طيب في عملوا في بعض الحاجات وكده ومنزلينها. قالوا انه الايرس دي بتشبه البايسايكل ويل، تمام؟ يعني بتشبه العجلة، كويسة، اللي هي شفتوا اللاستيك بتاع العجلة، مش فيه بتاع كده بتاعات متشعب، يعني اسلاك متشعبة كده وفيها دواير. ايوه فهي تيبيكالي بتشبهها، ما في ليها وصف غير كده. انا ما لقيت عنها اي حاجه غير انها بتعمل بايسايكل ويل، تشبه بايسايكل ويل، البايسايكل. ايوه بتجمع، ايوه، بتجمع الويليام سيندروم. اوكي، تمام كده. يعني هي لايك فايندينج اسوشيتد مع الويليامز اكثر من انه ايوه، كاركترستيكس للويليام. في صوره كروكيه كده على النت، يعني رسم مش صوره حقيقيه، بيعرف لك بس ان هو ممكن تلاقي ايه. هو عامل البيوبل ومتشعب منها الالوان بتاع الايريس. اذا تحب نوريها لكم. اوكي ابعتها في الواتس يا دكتور. طيب، اوكي ماشي، بعتها. ماشي اوكي. طب دكتورة، السؤال اللي بعده. من الطرائف طبعا اللي ممكن تحدث واللي الواحد ما يتمنى انها ممكن تحدث، بيشن يكون عنده انيريديا ويجي الاوفثالمولوجيست وحدثت يعني ان تو اوكيشن، يجي يقول لايك دايليتد بيوبلز يعني على البيشن انه كانه واحده من الحاجات السجستيف انه از ات لايك ريالي دايليتد بيوبلز ولا لا، البيشن يعني جوينج داون. فذكرتني بالستليت والايريس وكذا. طيب، انكل دايد اوف ام اي، شك الفادر ليبت، وقف الشير يا دكتوره. هو بيتكلم عن الفاميليار هنا هايبركولستريميا، تمام؟ فالفاميليار هايبركولستريميا احنا عارفين عن اوتوزوم الدوميننت، فاميليار هي عباره عن اوتوزوم الدوميننت ديس اوردر، بيكون في هاي ليفل بتاع ال LDL اللي هو اللو دنسيتي ليبوبروتين كوليسترول، بيكونوا at risk انه يجيهم early coronary artery disease. عندنا نوعين، هيتروزايجس وهوموزايجس. اذا كان الهيتروزايجس النسبة بتاعته واحد في كل 500، والهوموزايجس بيجي واحد في كل مليون. عندهم greater risk factor، كويس، انه اكثر بنسبة 100 multiply في الميل، بنسبة الميل عندهم نسبة اعلى 100، كويس، من الفيميل، كويس، من عمر 20 ل 40 سنة. طيب، كيف اعمل لها دايجنوز؟ دكتور عيان لسه ما خلصته. هعمل دايجنوز بانه في حاجه اسمها سمون بروم كرايتيريا، اللي هي انه بلقى انه التوتال كوليسترول، كويس، يكون مور ذان 260 مايك، كويس، بير اللي هو مايكرو جرام بير ليتر ان children under 16 years old، و290 في الادلت ملي جرام بير ديسليتر في الادلت، وال LDL ليفل يكون ليا مور ذان 155 ملي جرام بير ديسليتر في children و190 للادلت، ما في منها. احنا بيهمنا في children 260 ملي جرام، كويس، بير ديسليتر بالنسبه للكوليسترول، و155 LDL بالنسبه لمنه، بالنسبة لي ال LDL. طيب، هعمل لكم شير لل التريتمنت بتاعه. هي دايتري لايف ستايل، اللي هو انه اعمل انكرج للبيبي او للشايلد انه تكريز اللين بروتين زي الصويا والتشيكن والفيش، وانه ديكريز الريد ميد والبورك، وانه يستخدم الاوليف اويل او الكانولا اويل رادرز عن اللارد او البتر اويل، وسويتش فروم فول فات دايري تو لو فات دايري برودكت، وانه اد مور فروت وفيجيتابلز ونتس انت يور دايت، وليميت السويتين دراج وصودا، وانه ليميت الكحول تو نو مور
to no more than one drink per day for women and two drinks per day for men. التريتمنت الثاني اللي هو الاستاتين. هعمل لكم لو شير. طيب الاستاتين اللي هي استاتين انكلود اللي هي سيمفاستاتين ودورفاستاتين واتورفاستاتين والفلوفاستاتين والروفاستاتين كلها. عندنا اذر دراجز ممكن نستخدمها عشان تلور الكوليسترول زي البايل اسيد سيكوستريتنج ريزن وحاجه اسمها الايزيتيميب كويس والنيكوتينيك اسيد والفايبريت تمام. لانه في ناس الحالات حكيت الفاميلي هايبركوليستيريميا الدايت الون الدايت ريموديفيكيشن الون ما ويل نوت هيلب لازم ياخذوا هاي دوز بستاتين تمام. معايا انتوا يا جماعه؟ لا لا تمام. طيب دكتور علياء السؤال اللي بعده. كاتب لك انه تترولج اوف فالوك وسينوتيك سكيلز سليبنج ان بتوين ويز هيستوري كونفيوزنج سينوتيك سبيل فيرسس كونفيرشن. يعني هو طفل كان سينوتيك عنده تترولجي بينام بتوين الاتاكس حقت السينوتيك سبيل. هو بيقول لك انه فيرسس كونفيرشن هنا في كونفيرشن لانه في العادي انه البيش البيبي بتوين السينوتيك بينام بيحصل له ممكن وممكن يوصل لحد سيفير لوس كونشسنس سيفير هايبوكسيميا. هو اكيد هو اكيد بيدي الهيستوري يعني هو اكيد كتب الهيستوري بشكل انه لو واحد مش مركز ممكن يشك في الكونفالجن ان هو جنرال ستونو كلينيك وحصل بوست اكتال ايوه اللي هو بوست اكتال بارانسيس وكده يعني او 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 ما يسمى بالريفلكس انوكسيك سيزر يعني احتمال من نتيجه ال 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 السيانوتيك سبيلز انه البيشنت زي كانه دخل في بيسود شكلها كده يعني احتمال السيناريو كده يعني لكن جايز فعلا السيانوتيك سبيل حق التريولوجي فولت ممكن تصل لمرحله زي كده يعني اتوقع اذا كانت سيفير مش كده ممكن تكون انك زي كانك ايوه كانك انكفالوباسي كده ودراوزي او اوبتندد وشيء زي كده وبعد الايفنت ممكن تكون ربما سليبي او تيرد احتمال يكون السيناريو شكله كده لكن فعلا انه السيناريو هل السيناريو فعلا كان جوينج ريتولوجي وخلص كده طبعا دي لانه المعلومات اللي عندك ما عندك اكثر من كده في السيناريو ما تقدر تجزم من كده تمام ايوه فانا مشيت ناحيه انه يكون سينوتيك سبيل اوكي وحصل له لوس اوف كونشسنس بين الاتاكس مشيت معاه اكثر يعني صراحه ما فكرت في حكايه الكونفرشن. دكتور علياء اقفل الشير. طيب قال لك انه السيانوتيك سبيل او اسمها الهايبو ابنيك سبيل او الهايبوكسيك سبيل هي عباره عن انوكسيك او بلو سبيل او تي سبيل تيت سبيل اوكي في كونجنتال بالمونري بلود فلو. هي عباره عن بيدياتيك ايمرجنسي بيكون في تيبيكال ابيزود ممكن تؤدي للديس البيك انسيدنت من عمر شهرين لست شهور. الابيزود بتكون بيوند ذا ايج اوف 2 ييرز وبتكون رير اللي هي بتكون رير لو بعد سنتين. 40% من الحالات والسيانوتيك كونجنتال هارد بيحصل لهم جون شنو ديكريز البلود فلو فبي ديفلوب ذس اسبيل. طيب نتكلم عن المانجمنت بتاعه. اللي هي المانجمنت بتاعه احنا عارفينه اللي هي نبتدي اوكسجين والتشني بوزيشن والمورفين والبروبانولول والبايكارب ممكن والفينوبارب والفينايل افرين وممكن نصل لحد مرحله الكيتامين لو ما استجاب وبعدين ممكن جنرال انستيزيا اوكي ولو في سيفير كيس بنلجا الامرجنسي انترفنشن مرحله بنجرب لو ما استجاب بنمشي المرحله اللي بعدها اوكي. مش بس هو يعني انت قالتي في اي حته موضوع ان هو بينما بين الاثنين الاتاكس دي يعني مكتوبه في اي حته ما جايبين انه في حاله انا هنا اسوي بس مشكله انا خطي قبيح شديد هو انا كتبتها يعني
انه ممكن لانه قالوا انه بينام ليه؟ لانه لما ينام بيقلل الاكسجين ديماند فبيحسن الساتوريشن اوكي، فعشان كده بيقوم بشنو بينام. اما انه ليه حكايه السليب بين الاتاكس دي، هم بيقولوا انه البيبي ممكن بين الاتاك الاتاك تكون سيبير، يحصل له سيبير سينوزيس وبيلر وديستريس وهايبر ابنيا، وممكن هيمي باريز وممكن كونفولشن اوكي بين الاتاك. عشان كده كويس ممكن يحصل له كمان أو, او او ممكن يكون كمان سكندري للهايبوكسيبير هايبوكسيميا، انه يحصل له لوس كونشسنس و او يتريد اللي بيكونشسنس يقوم ينام بين الاتاك. في حد عنده راي تاني؟ يا جماعة وين؟ أنا أتكلم مع نفسي. لا موجودين موجودين. يعني أنت معناتها أخذت ال لا عادي عادي. لا تسألنا هي صيانة الإسبلس اللي هي حقت البترولوجي فولوت. أيوة. هي لو يعني هو ميت هيستوري اوف يعني مصراحه للفالوت يعني غالبا يبقى هتبقى سينوتيك اسبيرت. لو هو ما كانش قال وهو استنتج من الهيستوري ان ده كان فالوت او حاجه زي كده مثلا، كان اداله ميرمون مش عارف الكلام ده كله، يبقى كان ممكن يعني تمشي فعلا اكتر ناحيه اللي هي الانوكسيك الريفلكس ده بيكون حاجه. يعني هو برضه أيوة. اللي انا اعرفه بصراحه ان هو مش كومن ان ينام ما بين الاتاكس بتاع السينوتيك اسبيرت، ان هو يعني مش هتبقى سيفير لدرجه ان هو يعني لازم أن يكون في مصل اكزوشن اللي هو بتاع الكونفولجن والتسمس، هو ده اللي بينام، هو ده اللي بينام بوست اكتر. انما العيل بيبقى سيفيرلي ديستريست وفي سيفيرلي سيانوست احنا شفناها في عينينا، وبيبقى عادي يعني بيتكلموا بيفتح عينيه ويبص لك، بس هو ممكن ما يبقاش قادر يتكلم. فيعني هو حاجتين، لو هو فعلا مد هيستوري صراحه يعني كان قال لك ده فالوت مثلا كذا كذا كذا، يبقى غالبا ديت اللي هي ماشيه ناحيه اللي هي السيروتيك سبيل. لو كان فيها اي حاجه ثاني في الهيستوري يعني او كان هو استنتج بس انها كان فالوت، يبقى ممكن يبقى يتحط لها ديفرنشال دايجنوز. تمام. حتى لو هي اسمع دي يعني انا قلت احتمال بسيط ان تكون هي ريفلكس انوكسيك سيزر اوكي، اللي هي كلام عن الايج جروب بتاعها في التولر وبالنسبه للبين والديسكومفورت والفرايد والكولد والفود والهيتروما، بيكون في سيفير بين، بعدين البيبي بيحصل له ستوب بريثنج ايوه، وبعدين هايبوكسيا، وبعدين الحاجه اللي بتخليهم حاجه كده تريسكريم انه بيحصل لهم ريبيد ريكفري. الابيزود بتحصل ليه؟ لانه في دي لانه بيحصل كارديك اسيستول كويس من الفيجل انهيبيشن، دي حاجه مقصره عن ريفلكس انوكسيك سيزر. لكن هنا في سيناريو انا ما حقدر اقول دي ولا دي. صح اي لا ما في مشكله، ما هي بس كده لما يكون صحيح يكون الاريا ما واضحه كده، الواحد يعني يقول عندي ويقول عندي، بس الناس يكون حاطين في ذهنهم اذا جت جت لانه هي الموضوع انت بنطلع السيناريو كان ماشي كذا فعملنا كذا، ولو كان ماشي كذا ايوه بالضبط كده، يعني اجتهاد وفتح ذهن ومدارك للناس عشان تتصور انه اذا كانت كده اذا سيناريو جاب من ذي شويه شكله كده. أنا يعني مش متعرفه اصلا السيده طبعا سبورتيف يعني ما في ما في انترفينشن معي. لا ري اشورنس هذه اللي بسموها كلها تحت الامبريلا بتاعت السودو سيزرز، يعني اول ميميكرز بسموها ميميكرز، هي ما هترو سيزر لكن بتغشك زي ناس البريس هولدنج سبيلز، يعني برضو مرات بيكون البيشن كده. لكن طبعا ذاك السيناريو بيكون واضح، بيكون البيشن غالبا كراين ويكون من 6 مانث لحد 5 ييرز او 6 ييرز، وبكون ابيسود داين في الـ يعني هي في سيانوتيك البيد اتاك سيانوتيك اتاك غالبا بريسيد طبعا بابيسود بينج اجيتيتد ولا كراينج. بعدين اثناء ما هو هيز تيكينج هيز بريسينج اوت يعني الزفير وكده، بعدين هي ويل جو ان ان لايك سيانوتيك سبيلز ذن he will be manifesting as if he's like losing his consciousness. حتى أحيانا ممكن يكون like stiff شوية وممكن يكون up rolling وكده. Then he will go back يعني after being blue then he will go back. البلد برضو نفس الشيء، هي على غيض منها مرات يكون بلد patient يكون like limping، يكون ليش كأنه هو يعني he's not himself level consciousness حقه يكون مضطرب كده، بعدين ارجع منها. لكن طبعا ديك مرات لما يذكروها بيذكروا معاه في الغالب انه بيقول لك انك تتاكد ما يكون في اسوشيشن مع ايون ديفيشنسي انيميا وكذا زي كذا، لانه وجدوا انه اذا في والتريتك. طيب معلش يا جماعه انا كبير في فاميليا هايبر كوليستيريميا، في حاجات ما قلت عليكم.
خلاص نقول السؤال بعده بعدين نرجع لها. طيب non accidental injury suspected by post rib fracture اوكي اللي هي اقل من second centile هو يعني البيبي ده كان neglected وفي post في rib fracture فانت suspect انه في non accidental injury. يلا تعال عليك في الشير. هو طبعا البوستيرور ريب سورتيشن فعلا ان هو نون اكسيدنتال فراكشر اه، ولما يبقى اكتر مثلا من اثنين يبقى برضه سورتيشن، علشان برضه ما تنساش ان البروتاسس من ضمن الحاجات اللي ممكن تعمل فريب او اثنين بس بيبقى صوت شويه يا دكتور عيد عشان نسمعك اخي. انا هطلع الكمبيوتر دوت. طيب حاضر. صعب جدا ان البرتاسس يعمل فراكشر ريب، يعني هم كان جابوا قبل كده بيقولوا انه صعب جدا يعني. لا بس وبعدين هو ريكوردد على الانتيرور، ريكوردد على الانتيرور ريب بس بيبقى واحد او اثنين، البوستير بيبقى صعب ممكن صح لو ركبتي. طيب يا جماعه وين وين تو سسبكت انه في نان اكسيدنتال انجري؟ اذا كان في الخط عيش قبيح ما عليكم تفهمين الحاجه. اذا كان الهيستوري اوكي نوت كونسيستنت وذ الانجري، يعني انا اذا لقيت الام بتتكلم عن حكايه كده ما مشري مع شكل بتاع الانجري تثبت انه في نان اكسيدنتال انجري. اذا كانت الانجري دي مالتيبل، اذا كان البيبي ده نيجلكتد وعنده لو بيرس ويت، اذا انا لقيت البيبي عنده انترا فنتريكولار هيموريج، اذا كان في ليمبنج تشايلد سبيشالي لو كان اللي هو بيحبي او يعني لسه ما بيمشي وما في كده، اذا كان ديلي ان سيكينج ادفايس، في ديلي في سيكينج ادفايس، اذا كان في بروزنج في نان موبايل تشايلد اوكي، اذا كان في بروزنج اوفر سوفت تيشو وفي مالتيبل بروزز اوكي ان شنو ان اورجانيز شيب، يعني الشكل بتاعه يكون شكل ما شكل بتاعه يعني انجري عاديه، شكل بتاع شخص عامل هارم اوكي، بيرن ان بارتيكولر شيب اللي هو مثلا بيرن في تشيست كويس بيكون اللي هو عنده شكل محدد شكل منتظم. اذا كان بالسيجاريت بالحاجات زي دي انا لقيت عليه لقيت مثلا في جسم بتاع البيبي او في جسم بتاعه، اذا مثلا لقيت اللي هو انهي المكان بتاعه اللي هي سبايرال فراكشرز في تشيلدرن، دي اكثر حاجه ممكن تو اكسبكت انه يكون البيبي عنده نون اكسيدنتال انجري. في الحاله دي انا بقوم بعمل له شنو اذا الحاجات دي كلها شكيت فيها في يوم، فبقوم بعمل سكريبت سيرفي، بعمل سي تي سكان للهيد وبعمل اوبسولمولوجي ريفيرال اوكي، وبعدين بعمل فول بلاد كاونت اشوف انه في حاجه يعني مثلا ماشي تبع تورد كلوتنج ديز اوردر ولا بينج ديز اوردر ولا لا الانسان الزول طبيعي. طيب دقيقه هتصرف كيف. دقيقه بس طيب اول حاجه اذا انت وقعت كده الشايلد must be examined in comfortable and supportive environment. It's important to document the history and physical finding in meticulous detail. If possible photographs should be taken. ونعمل examination للhole skin mucosal surface should be undertaken. There will be usually be legal obligation to report physical abuse or sexual abuse in children. Check with the law and protocol of your place of work and obtain legal advice if you are unsure. Treat any injury or infection as appropriate. Investigations such as full blood count and clotting screen may be prudent when considering differential diagnosis. يعني ما دايما بخطو انه اذا اكسن انجري في الاول اعمل كل الانفستيجيشن العاديه، لقيت انه ما ماشي معاها اقوم اشوف في الموضوع حاجه اكسن انجري واتعامل معاه على حسب، بعد كده ابلغ السوشيال وركر ابلغ البويس على حسب السيناريو اللي بيجيني. طيب يا جماعه معلش انا قبل قلت لكم في حاجات في الفاميليار هايبركوليستيريميا أنا ما قلتها اللي هي كانت الساين والسيمتوم وصورة حقت حاجات ما يحبوه وفي صور كده ما وريتكم لها. طيب الشاي بيجي بيتشست بين بعد اكتيفيتي بيجي بحاجة اسمها زانسوما. الزانسوما اللي هي عبارة عن فاتي أسيد ديبوزيت فاوند ان تندون اند اون إلبو باتوكس اند ني. هوريكم لها صورة اللي هي الكوليسترول ديبوزيت اراوند الايلت اللي هي الزانسوما بتحصل اراوند الايس اسمها زانسيلوما زانسيلازما. أوريكم صورة لزانسيلازما.
This anthelasma of the eye. هل هي قلنا fat deposition around the eyelid. ما لقيتها واضحة في أطفال فأخذتها في وعندنا حاجة تانية اسمها الكورنيال أركس. الكورنيال أركس اللي هي دي الصورة بتاعتها أسحوريكم هي عبارة عن شنو برضو بتجي مع ناس الفاميليار هايبركولستريميا. ما رح إلاش نشوف. طيب ثانية بس أوريك الوصف بتاعها و طيب اللي هي عبارة عن الكورني أركز دي عبارة عن gray white cholesterol deposit around the cornea. يعني الأولى زنسيلازم around the eyes around the eyes والكورني الأركز around the cornea. تمام؟ هو اسمه الأول اللي نسميه الأركز ليبيدس. هو ده هو فن around the cornea. بيكون واضح لما تيجي تعمل fundus examination ل patient بالذات adult عندهم hypercholesterolemia بيكون ظاهر عندهم. تمام؟ الله يديك العافية دكتورة. يلاك السلام. ممكن نضيف بس يا دكتورة إضافة على ال على ال زي النان اكسيدنت الانجري برضه من الحاجات اللي بتكون برضه أحيانا مهمة فيهم. يعني when بنزي بالجت ادميتد اللي هو الصالمولوجي اكزام انكلودنج الفندس اكزام عشان تشوف صح اذا كان في ريتينال هيموريج ولا بيل بي كروشيال مهمه برضه ان اد فور ذا دياجنوستيك مش كده. وبعدين تو سسبكت انترا فنتريكولر هيموريج باي شكل ريتينال هيموريج او اي حاجه انا قلت عادل فانه بيتوقع انه ممكن يكون عندك انترا فنتريكولر وما يكون معك ما يكون عندك مثلا ريتينال صح زي ما حالات الشيكن بيبي وكذا. وبرضه من الديفرنشال حقهم المرات بيحاولوا سكلوديت اللي هو الجلوتيريك اسيديوريا اعتقد تايب 1 او تايب 2 اف ام نوت مستيكن. لا بده فايندينج مشابهه شويه كده في الايمجنج حقتهم يعني وحتى في البايو الهيستو بايوكيميكال بروفايل حقهم. طبعا اللي بيفرق بين ده وبين ده اللي هو موضوع الهيستوري الحاجات الثانية دي. الله يديك العافية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة أنا المفروض كنت ماسكة. أنت وصلت لغاية فين الأول؟ إحنا عملنا اللي هم الخمسة اللي بعدك يا دكتورة. يعني انت عملي بقى خلاص ماشي تمام. ايه هو ينفع ان انا اشير من على التليفون عادي ولا عشان اول مره اشير برضو ما اعرفش حاجه. احنا كلنا ما شاء الله اول مره الجروب ده الجروب ده كله بصراحه يعني ضايع. احنا مره قعدنا نشير الجزء الثاني من الامتحان قعدنا ساعه على بال ما عرفنا نشير بس جزء من الامتحان فعلا. طب انا ممكن اقول لكم الجروب اول مره يعني ممكن حد يجيب الاسئله ممكن يجيب حد بس يجيب الاسئله وانا اقول لكم الشرح لو مش عارفه ابعت لكم الحاجات كده صح يعني صح انا صح لو مش عارفه تشير اي ولا حاجه ممكن ابعتيها للدكتوره علياء او ابعتيها لينا واحنا نشير اي حد فينا يشيرها مفيش مشكله. طب تمام ماشي بقى اسهل كتير. تمام ايوه هذا هو دي اللي اقل من 5 سنين. يلا قول بقى يا دكتوره الحاجه. يعني هنبدا اول حاجه ستيب 1 بنبدا بانهيل دي شورت اكتنج بيتا 2 اجونست از ريكوايرد. يعني هو الطفل ده في الكيس كان بياخد 4 مرات في اليوم تمام شورت اكتنج. الستيب 2 هيبدا ياخد انهيل ديسترويد اللي هو ايه سمول دوز ثواني ايه اور ليكوترينز ريسبتور انتاجونست اف انهيلد ستيرويد كان نوت بي يوزد. ايه ده يعني احنا بنبدا بالليكوترينز بدري كده ستيب 2 لا ده اقل من 5 سنين اندر 5
أقل من 5 سنين لو مش هتقدري تستخدمي الانهيلد سترويد لأي سبب ممكن تبدأي بليكوتراين. تمام. وهو الكيس اللي كانت في السؤال اللي كان سنه قد إيه؟ مش كاتب ولا؟ ستة سنين؟ يعني هو مش الجدول ده أصلا الجدول عزيز، بس احنا قلنا بالمرة شيء مش يعني نقولهم مع بعض. تمام، يبقى احنا بنبدا ستيب 2 بندي انهيلد ستيرويد من 200 ل 400 مايكرو جرام بير دي، تمام، الليكوتراينز ريسبتور انتاجونست اف الانهيلد ستيرويد كان نوت بي يوزد وستارت ات دوز ابروبريت تو سيفيريتي اوف ذا ديزيز. تمام، يبقى كده يعني انهيلد ستيرويد يا اما الليكوتراينز انتاجونست. طيب ستيب 3 انزوست تشيلدرن تيكينج انهيلد ستيرويد 200 ل 400 مايكرو جرام بير دي كونسيدر الاديشن اوف ليكوتراينز ريسبتور انتاجونست. تمام، يعني هنديهم الاثنين، يعني في الستيب 2 احنا كنا بندي يا ده لا في الستيب 3 بقى لا احنا هنضيف مش او. طيب in those children taking glucotrienes receptor antagonist alone reconsider addition of an inhaled steroid of 200-400 microgram. تمام، يعني اللي هو العكس، يعني لو هو كان بياخد glucotrienes هتضيفي عليه اللي هو الانهيلد ستيرويد. طيب in children under 2 years consider proceeding to step ندخل 4 اللي هي respiratory طيب اللي هو ده بقى أكبر من إيه، من 5 سنين، من 5 ل 12 سنة. أول step بياخد inhaled short acting beta 2 agonist as required، وبعد كده step 2 بند الستيرويد 200 ل 400 برضو و start at dose appropriate to severity. ماشي، المهم يعني الكلام اللي في النص ده other preventer drug if inhaled steroid cannot be used 200 microgram is an appropriate starting dose for many patients. تمام، يعني نفس الكلام برضو، يعني هو يعني لو ما دفعش ده متهيألي ينفع تاني، صح؟ ماشي، وبنبدأ بدوز اللي هي 200. طيب ستيب 3 بقى بنضيف inhaled long acting beta 2 agonist. تمام، وبنعمل assessment للcontrol of the asthma، لو هي good response to the long acting دوا بنكمل على long acting continue long acting beta 2 agonist. طيب البين في long acting beta 2 agonist but control still inadequate، مش كافي يعني، continue long acting beta 2 agonist and increase the inhaled steroid. هنبدأ بقى ايه نزود الدوز. تمام، يعني احنا ايه في الاول هنشوف هنزود بعد ال small dose of بعد sorry short acting beta 2 agonist وبعدها small dose of inhaled steroid هنزود long acting. long acting لقيناه بيستجيب هنكمل عليه، ما لقيناهوش بيستجيب لا هنزود بقى اللي هي ايه ال high dose، ندي high dose of steroid. طيب لو no response to long acting beta 2 agonist stop long acting beta 2 agonist and increase inhaled steroid to 400 microgram per day. If control is still inadequate institute trial of the other therapies زي الليكوتراينز ريسبتور انتاجونست اور الاي اور الثيوفين، يعني زي ما احنا قلنا كده هنبدا اللي هو الهاي دوز وبعد كده اللي هو الانتي ليكوتراينز او الاي او الثيوفين. طيب ستيب 4 هنزود لغايه 800، يعني احنا في الاول كنا بندي 200 وبعد كده زودنا 400 الماكسيمم بتاعي 800. بعد كده الستيب اخر ستيب بقى يوز ديلي ستيرويد تابلت بقى ياخد اورال ان لوست دوز بروفايدنج ادكوت كنترول مينتين هاي دوز انهيلد ستيرويد ات 800 وريفير بقى للريسبيراتوري بيدياتريشن. يعني هو كمان مع الاورال بياخد برضو الانهيلد ستيرويد اللي هو 800 مايكرو جرام. ايوه تمام. بس طيب هو في بقى سؤال 21 ده يعني شوفوه معايا بصراحه مش عارفه وعايز ايه ما فهمتوش. هو بيتكلم على 17 years old boy fell down and died in spite of radiation. مش عارفه ده اوبشن ولا ده بقت هيستوري. هو بيقول لك full investigation should be ordered ولا document on duty to give death certificate to father can refuse post mortem. مش عارفه ايه رايكم. شكله سؤال ايسكس كده.
هو اسكس بس مش عارفة بقى، مش عارفة هو ولد 17 سنة ووقع وعملوا له ريسسيتيشن برضو مات، فمش عارفة هو عايزين ايه بقى. يقولك كان يعمل فول انفستيجيشن شود بي اوردرد، يعني احنا المفروض نعمله فول انفستيجيشن، ولا نطلع بقى اللي هو الدوكيمنت ان هو الديث سيرتيفيكيت، ولا الفازر كان ريفيوز بوست مورتم، يعني الاب ممكن يبقى ليه الحق ان هو يرفض ان مثلا نعمل له اي حاجه بوست مورتم عشان نعرف سبب الوفاه يعني. فمش عارف بصراحه يعني اللي الواحد يكون عارف هو 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 بس يعني فيل داون، يعني هو وقع مثلا وبعد كده مات، يعني فيل داون يعني ايه؟ يعني هو تقريبا وقع من حته اغمى عليه ولا وقع من مكان؟ لا لا شكله وقع من مكان، شكله وقع من مكان يعني مش فيل داون يعني اغمى عليه، لا هو اكيد السجن بس فهمتها ان يبقى كده لازم فول داون يعني مثلا دي ايه مش بس كده بقى فول داون مثلا فوقع من ولا حاجه، فاعتقد ان لازم يكون لها قصه يعني حاجه فول انفستيجيشن شود بي اوردر، يعني لازم تعرف ايه متابعات الاحداث صح لازم تشوف يعني ايه السبب يعني صح كده، بس يكون حد وقع وهيستوري. احنا عندنا بتبلغ لما يجي لك حاجه زي كده بتبلغ الشرطه على طول وبييجوا بيعملوا محضر والكلام ده، ايوه بيعملوا له تشريح صحيح ايوه سؤال وقالوا انه لازم بوست مورتم انفستيجيشن شود بي دون، وانه لازم يعرفوا السبب حق الوفاه شنو، هل ان حاجه كتير مش يمكن يكون حد وقعه ولا حاجه يعني يكون انا اكسيدنتال انجري وكده ممكن صح بس مش عارفه هو ده زقه يعني 17 سنه. طب يعني ليه فازر كان ريفيوز بوست مورتم؟ يقصد الريبورت مثلا ولا لا هم مثلا يحللوا الجثه او يعرفوا سبب الوفاه زي التشريح يعني تشريح بس اعتقد هم ملوش الحق، اعتقد هو لازم طب ممكن يكون بابا نفسه موته ايوه متهيألي بيعتمد على لو اسمه موجود في البيرث سيرتيفيكيت بتاعته لا. لو لا 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 لا, لا ده ده حاجه مختلفه انا اعتقد يعني. اي نعم احنا كلنا ضعاف في الاسكس بس ده حاجه مختلفه اكيد ده جريمه قتل ده جريمه لكن بيقول لك لازم تكول بوليس ان تو بي شور انه دي ما حاجه كري صح لازم يعني ممكن تعمل فول انفستيجيشن تدور، والانفستيجيشن دي مش لازم تحاليل بس ممكن يعني يعني هيستوري وتدور والانفستيجيشن اللي هو تحقيق يعني فاكر كلمه ايوه تحقيق ايوه زي كده فاحنا لازم ممكن نختار ممكن نختار كلمه فول انفستيجيشن فعلا شوت بي اوردر اللي هي كانت تحريات على فكره حاجه زي كده جات لنا في الفوب لو ممكن غلطنا فيها برضه كالعاده في الاسكس يعني الاسكس بصراحه والله العظيم انا اكسبكتد او اول مره اجيب صفر في حياتي انا جايبه فيه 100 ولغايه دلوقتي ما اعرفش ازاي والله العظيم. طب اسكتي بقى ربنا يكرمك ما تتكلميش على نفسك خالص انا جايبه فيه 100 برضه بس ما اعرفش ازاي انا لغايه دلوقتي مش عارفه اصلا مش فاكره الاجابه للسؤال انا والله هي بتيجي كده بالبركه 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 شيماء دي تخصص اسكس احنا من هنا ورايح لازم نسال شيماء صح زي احنا قلنا مين هيعمل لنا تقريبا وطلبنا من حد يعمل لنا حاجه كده قال لك انا جايب 100% ايوه حد كان قال جبت 100% في الميتابوليك فقلنا له يعمل لا لا ده الميتابوليك انت قلت عليا انا لا الميتابوليك ده بتاعتي انا فاكرها هي دي اللي انت فاكرها انا فاكر الميتابوليك قلتها لا في حاجه ثانيه برضه قال لنا كده قلنا له هتقعد معانا بس مش فاكر حد انا طبعا وبلا فخر جبت زيرو في الاسكس ايوه يا حبيبتي ما هو احنا زي بعض عندنا either normal child to constipate or other organic causes for constipation ايوه دي تمام normal child to constipate دي في نهاية الصفحة كده مكتوبة either due to pain or unfamiliar for surrounding or too playful is going to formal school transition to solid diet or toilet training دي الحاجات اللي ممكن تعمل لنا constipation في normal child تمام طيب ثاني عندنا الاذر كوزز اوف كونستيبيشن اللي هي الاورجانيك كوزز اوف كونستيبيشن مقسمه لانتستينال كوز انوريكتال اندوكراين ديفلوبمنتال اند دراغ كوز طيب انتستينال ايزر نيرف اور ماسل ديسوردر زي الهيرش سبرانت ديزيز انتستينال نيورو ديسبلازيا سودو اوبستراكشن سباينال كورد بروبلم زي التسر كورد مايلو من انجوسيل طيب انوريكتال كوز ممكن تكون انتيريرلي بليس
anal stenosis, pelvic mass, زي sacral teratoma. Endocrine or metabolic causes of constipation ممكن يكون hypothyroidism, diabetes insipidus mellitus, hypercalcemia, cystic fibrosis, and celiac disease. Developmental cause زي ما ذكر هنا في الكوتشنز اللي هو mental retardation, الاوتيزم وchild abuse. Drug causes of constipation عندنا الأوبيات, الانتيكولينرجيك دراج, الفينوباربيتون, بينكريستين, انليت. يعني معلش يا دكتور, يعني هو المنتر ريتارديشن في حد ذاته ممكن يعمل كونستيبيشن مش اسوشيشن. أيوة. يعني مثلا أيوة. حاله زي الهايبوثايرويديزم عامله له منتر ريتارديشن وعامله له كونستيبيشن, يعني هو نفسه ممكن يعمل منتر ريتارديشن. ايوه, هو المنتر ريتارديشن بير سي هو هازر فور كونستيبيشن, لانه اساسا التشايلد بيكون يعني there is no exercise, he is not moving, he is staying on the bed all time, فدي بير سي. وحتى هو بياخذ مثلا ليكويد فود rather than solid, تمام, فما في موفمنت للانتستين, دي كلها ممكن تكون hazards for constipation. طيب التريتمنت طبعا for constipation as general, يعني whatever the cause كان, وبالإضافة لإذا الكوز هو mental retardation اللي هو بيكون monitoring functions, we will start by medication if there is fecal impaction زي ما في السؤال هنا. تقريبا في guideline بتاعت constipation, لكن صراحة أنا ما رجعت للguideline في medication. عندنا ممكن to use the fiber rich diet and the exercise of the patient. في كلها will improve the constipation or the management of constipation. طيب معلش, العلاقة ما بين ال constipation وال diabetes mellitus إيه سببها؟ هل عشان peripheral neuropathy ولا عشان حاجة تانية؟ والله هو يعني كده ما مفصل صراحة اللي سوي عليها, بس هو كاتب من الاندوكراين كوز والميتابوليك كوز ديابيتس مليتس. حتى ديابيتس انسيبيدس أنا ما لقيت ليها صراحة تفسير. يمكن عشان متهيألي علشان بيبقى فيه أيوة البوليوريا هيسحب كل الووتر اللي في البودي, فبالتالي هيبقى فيه كونستيبيشن عنه, هيبقى كونستيبيشن. أيوة هيبقى كونستيبيشن تستول, ونفس الفكرة في ديابيتس انسيبيدس عشان عنده بوليوريا طول الوقت. أيوة ممكن هي تمام كده. طيب تمام. السؤال 67 قال renal failure with hearing loss. طبعا ده سيناريو يعني ظاهر اللي هو الدياجنوزيس كان الألبرت سندروم. طيب عن الألبرت سندروم, عين وودن وكلى في الصفيحة. بس ايوه, عين وودن وكلى في الصفيحة. ايوه مظبوط كده. والله الصفيحه ليه عشان ثرومبوسايتوبينيا, البليت البليت اللي طاف فيه بليتلت ديسفانكشن اكتر كان ظريف. حلو. طيب قال لكم البرت سندروم هو ايت از جينيتيك ديسوردر كاركترايز باي جلوميرولونيفرايتس اند ستيج كيدني ديزيز اند هيرينج لوس, تمام, كان اولسو افكت ذا اي ان ليتر لايف. الديفكت بيكون في تايب 4 كولاجين ذات از نيد فور ا ديفرنت بارت اوف ذا بودي. يعني الكولاجين اساسا امبورتنس في الديفرنت بارت اللي بيحصل فيهم الباثولوجي. طيب سيمتوم وساين اللي بتجي بها البيشن ممكن يجي بهيماتيوريا وبروتينيوريا, بلاد ان ذا يورين فور ايرلي انفانسي دي بتجي ايرلي, يعني بلاد يوريا, بروتينيوريا بيجين تو ابير از ا ديزيز بروجريس, يعني ليتر اون بيجينا ببروتينيوريا لكن ايرلي بيجينا ببلاد ان ذا يورين اور هيماتيوريا. طيب بيجي بهيرينج لوس, although some patients are not من بهيرينج لوس, لكن يعني هو برضو من السيمتومز بتاعت الألبرت سيندروم. Early chance بالنسبة للهيرينج لوس بيكون reduce ability to hear high frequency sound اللي هي اسمها high tone hearing loss, يعني دي كاركتريستي بالنسبة للهيرينج لوس ال associated with ألبرت سيندروم. بيجي بحاجة اسمها leiomyomatosis اللي هو patient present with dysphagia, postprandial vomiting, substernal or epigastric pain and recurrent bronchitis. تمام. الاي تشينج بيجوا بحاجة اسمها الانتيكونوس, كيراتوكونوس and cataract. طيب قال it can be inherited as X-linked autosomal recessive or dominant, يعني all type of inheritance can be found in Alport syndrome. A diagnosis either by biopsy of the kidney or skin. في حالة الكيدني بايوبسي اللي هو it can be seen by electron microscopy, chance بتكون عبارة عن thinning of the basement membrane, بعدك بيحصل thickening ولاتر or finally بيكون في complex appearance للbasement membrane. طيب وديagnosis برضو ممكن نعمله عن طريق الimmunostudy والgenetics بما انه هو عنده mode of inheritance.
في التريتمنت بتاعه كاتب انه الاي سي انهيبيتر كان سلو ديتيريوريشن اوف ذا كيدني فانكشن واذا البيشن جانا يعني لاستلي باي كرونيك كيدني ديزيز بيكون المانجمنت هنا الدياليسيس بالاضافه للمانجمنت اوف هيرينج لوس في حاله الادلت فود بيحتاجوا لهيرينج ايد. بس هو كان من لي دكتورة إكس لينك صح؟ والحاجات التانية هو مي بي صح؟ هو مالي إكس لينك أيوة هو مالي إكس لينك لكن قال it can be برضو inherited at autosomal dominant or autosomal recessive. أيوة تمام طيب تمام كده؟ صراحة السؤال الجاي ده صعب شوية ولا يمكن أنا لأنه أساساً يعني كده معلوماتي ما كثيرة جداً في النيورو فإذا في أي واحد منكم متبرعين وعنده أي معلومة ممكن يضيفها أو إذا يعني أخطأت يصلحنا صراحة. هو قال إنه جيل وزن نستاغموس and loss of upper gaze قال دي oculomotor بلسي أو اسمها البرينوت سيندروم. أنا صراحة فتشت عن البرينوت سيندروم ده وكتبت عنه يعني كلام الآن اللي جيته صراحة في 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 النت. فعلى حد المعلومة اللي أنا بعرفها حوصلها ليكم أي واحد عنده معلومة أكثر ممكن يضيفها. طيب قال البرينوت سيندروم اللي قبليها يا دكتور عليا بادي صفحة ببرينوت بادي 58 ايوه هي دي طيب تمام قال البرينوت سيندروم هو known as a dorsal midbrain syndrome هو عباره عن vertical gaze palsy and sunset sight تمام قال inability to move the eye up and down caused by compression of rostral interstitial nucleus of the medial longitudinal fasciculus يكون عندهم pupil dysfunction due to lesion in the upper brain stem السيمتوم والساين اللي بيجي بها البيشن بيجي بباراليزيس اوف اب جيز داون وورد جيز از يوجوالي بريزيرف يعني اكثر حاجه الاب وورد جيز بيكون عندهم فيه مشكله خلاص ذير از ا فيرتيكال بولسي ان سوبرا نيوكليير ليجن بيجوا بحاجه اسمها السودو اي روبرسون بيوبل اللي هو اكوميديتيف باريسيس اند بيوبلز بيكام ميد دايليتد اند شو لايت نير ديسوسيشن المهم انها هي البيوبل يعني بتكون اتس نوت رياكتيف تو لايت يعني على حسب المعلومه اللي انا عندي بما انه هو الاوكيلوموتور كاري الباراسيمبثيتيك انيرفيشن اوف ذا اي والدايركت لايت والكونسنشوال لايت ريفلكس حيكون فيه بروبلم بما انه اساسا النيوكليوس او في ميد برين ليجن لو عنده حد معلومه زي ما قلت لكم يحاول يزيد يعني يضيف على الكلام بتاعي تمام بيجوا بconvergent and retraction stagmos بيجوا بeye retraction conjugate down gaze in the primary position قال بيكون عندهم حاجة اسمها sunset appearance لو مذكرينها في الهيدروكيفالس اللي هو المال management of a shunt for hydrocephalus البيشن بيكون عنده sunset appearance صح؟ تمام أيوة تمام قال ممكن يجوا بساين اوف بيجوا ببابلوديما بيجوا بسودو ابدوسنت نير بالسي بيجوا بنستاغموس وكيلومتر نير بالسي تروكيلا نير بالسي ان اوفثالموبليجي طيب الكوزز بتاعت البارينوت سيندروم او الميد برين سيندروم الكوزز بتاعته قال ايزر دايركت اور كومبريسيف ديسوردر اور ديفكت The dorsal midbrain اللي هو بيكون فيه the origin of oculomotor nerve or edinger westphal nuclear عشان كده أساساً بيجوا بالباثولوجي بتاع الباراسيمبثيتيك innervation of the eye طيب في children ده عادةً الكوز بيكون tumor في الومنس الكوز بيكون multiple sclerosis for an elder patient بيكون الكوز stroke طيب الأذر كوزز قال الأوبستراتيف هيدروكيفالوس ميد برين هيموريج تروما and brain stem توكسوبلازموزيس
النيوبلازم and adjacent aneurysm of the posterior fossa برضو دي من الأذر causes بتاعته. طيب عندنا حاجة تانية مهمة اللي هي الvertical supranuclear ophthalmoplegia دي بتسبب لنا ميتابوليك وميتابوليك ديزيز زي شنو زي النيمان بيك ديزيز والويلسون والكارنيكتيروس والباربيتوريت اوفردوز. طيب التريتمنت بتاعه قال اتس امبروف اوفر مانس سبيشالي وذ ريزوليوشن اوف ذا كوزاتيف فاكتور، يعني بمجرد ما انه الكوزاتيف فاكتور يحصل له ريزوليوشن الاي سيمتومز دي كلها بيحصل لها ريزوليوشن. طيب في بس حاجة كنت دايرة أقول لكم برضو في النستاغمس في two type of نستاغمس إذا كان vertical or horizontal نستاغمس دي بتديني كلو للبرين ليجون. كانت purely vertical generalized gaze evoked نستاغمس دي الليجون بيكون في الميد برين، وإذا كانت horizontal purely horizontal generalized gaze evoked نستاغمس الليجون بيكون في البونتومدلري area أو البونتومدلري ليجون. تمام كده قدرت توصل معلومه. المنطقه بصراحه تنستجمس والحاجات دي بتبقى شائكه شويه، بس هو يعني السؤال ده باي اكسكلوجن مش هينفع طبعا يكون اوكيلومتر، لان الاوكيلومتر بيجيب داون وورس ولاترال، الاي بول او الكورنيا بتبقى داون وورس ولاترال وطبعا مش ادوسنت، فهو يتحل بالاكسكلوجن يعني. ايوه بس في نستاغموس عاده ال اوكيلوموتر نير بولسي ما بكون عندهم نستاغموس صح؟ الاوكيلوموتر في الغالب بيكون ما في نستاغموس زي ما قلتوا، بيكون يعني داون وورد ان اوت وورد، وبكون داون وورد تو ميك ات ايزي نو بودي ويل لوك ات يو وين يو ار داون ان اوت مع الاوكيلوموتر. بعدين بيكون عندهم عشان زي ما قلت انت هو برضه الكارينج برضه البرسم اللي هو كان برضه الابر كان انيرفيت الابر ليد اللي هو الاليفيتر بابليس بريوريس شيرينج في الاليفيشن باي نايك 30% اي ثينك او 10% تو 15% ايزريتنج 30. عشان كده لما يكون في بلط ممكن يكون عنده element of ptosis في الاريا، وممكن يكون عنده dilated pupils عشان الباراسمباثيتك حقه يكون مضروب في الاريا صح؟ ايوه بس فدي ما موجوده في السيناريو حقك. البرينويد هو بيكون موجود اتذكر في الباستس عنده كان سيناريو موجود في الاوفثالمولوجي بتاع بارت 1 كان السؤال موجود عن البرينويد، اذا كانت affecting مثلا الاريا اللي ذكرتها في البرين ستيم الاذر ارياس برضه ما ها اميون لانها تبي افكتد، عشان كده ذكرت ممكن يجي بتروكلير ممكن يجي بابيوس ممكن يجي وات ايفر عددت يعني. هو المالتيبل سكلوزز برضه لانه الاريا اللي بتكون بها افكتد برضه في البرين ستيم ممكن تكون، واذا قلت ستروك برضه الاطفال ممكن يجون الكبار ويجون برضه بيجي بكتشر اوف ممكن تيومر ويجون مالتيبل سكلوزز. فهي بتحفظ يعني تحفظ ان البرينويد تكون كيف البرزنتيشن حقها يكون عندهم كذا وكذا 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 يعني عشان تكون إيه. بس انا تخيلي انه البرينويد سيندروم هو يعني حاجه اشمل للاوكيلوموتر بولسي تمام، بما انه اساسا هو داخل فيه الاوكيلوموتر بولسي أيوة. بما انه افكت الاريا بتاعت الايدنجر وستفان نيوكليوس في الميد برين والباسوي بتاع الاوكيلوموتر نير نفسه. بس لو لاحظوا السؤال نفسه هو قال جيل وذ نيستاغموس اند لوس اوف ابر جيز، يعني الحاجات دي تقريبا ما ريليتد للاوكيلوموتر. هي سندروم كده ايوه بيجي كده يعني عشان كله على بعض تحطها في ذهنك وكده يعني مرات ما لازم تلاقي ليها يعني مثلا جستيفيكيشن باثوفيسيولوجي معين كده، لكن هي وجدت على بعضها، لكن انت تكون عارف الحاجات الجستيفيبل والمفسره انها بسبب كده. مثلا اذا كان سير نيرفلس معروف ليش سبب نيرفلس، اذا كان مثلا استاج ممكن تكون عارف يعني. وطبعا مرات حتى في الامتحانات بتاعت بارت 1 الكومن ديك لما كان بيذكروا لك الفيرتيكال نستاجمس بيقول لك بيجي اكثر شيء مع التروكلير مثلا، ولما يذكروا لك الهوريزونتال نستاجمس بيجي اكثر شيء مع الابديوسن يعني اسم يعني از جنرال يعني سيمبل. لكن طبعا انت مشيت في الباثوفيسيولوجي ودخلت في الميد برين للكوزيشن وكده ويتش از ديب يعني ذات از اوكي يعني لبارت 2 ايوه يعني انا قصدي حتى لو مثلا دي السيناريو ده تحديدا بيرسي في الامتحان وكانت في الخيارات اوكيلوموتر نير بولسي براه والبرينويد سندروم يبقى افضل انك تختار البرينويد سندروم بما انه هو اشمل للسيناريو نفسه لانه ما في نستاغمس ذاك الغالب يعني السير على هو بيقول كان الجيز كان اب اوكي ولا لوست اوف جيز اب
انا الاول الجيز هنا بيكون يعني هنا اب زي ما قال السؤال كان بيكون داون وورد انا اب داون وورد مظبوط اذا كان اب خلاص ده مش كيلومتر ايوه مش بيور كيلومتر ايوه انا ما كلامي لك اذا كان مثلا الخيارين موجودين اوكيلوموتر نير بولسي ويز برانوت سيندروم يبقى انت هتختار البرانوت بالنسبه للتاكيد ايوه يعني من اللوك الاول اصلا بتستبعد الاوكيلوموتر لانه اصلا اللوك اب وورد ومفترض يكون داون وورد اوت وورد بعدين يكون لانه كانه توزيس في الاريا اللي انت بتشوف فيها الاوكيلوموتر يكون حتى في البيوبل لما اشوفها بتلاقيها دايليتد بيوبلز يعني دي حاجات بسيطه يعني لازم تلاقيها تمام طيب السؤال 69 قال انه ابدومينال بين وذ ليمب سوالين وخاتي قال هيرديتري انجيوديما وفعلا انا فتشت يعني حاجه تربط بين الابدومينال بين وذ ليمب سوالين ليب سوالينج اللي هي الهيرديتري انجيوديما طيب برضو جبت شويه معلومات عن الهيرديتري انجيوديما هي قال it is a disorder that result in the swelling affect the leg face intestinal symptoms and airway itchiness does not occur تمام بيجو بابدومينال بين and vomiting causes هو genetic disorder عبارة عن autosomal dominant inheritance diagnostic method by measuring C4 and C1 inhibitor differential diagnosis بتحت الهيديتري انجيوديما intestinal obstruction and other causes of angioedema طيب ال prevention by C1 esterase inhibitor by giving the patient C1 esterase inhibitor طيب قال انه انا صراحة يعني ما كتبت كلام كثير عنه قال لي oh, there is three types of hereditary angioedema والثيرد type منه هو more common in the female زميل الاوتكم جنرالي هو جود طيب برضو من السيمتومز والساين بتاعته قال it can occur around puberty but can occur earlier بيجو بيري كانت قلنا زي ما قلنا swelling in the lips limbs والجينيتاليا وفي الفيس واللبس والجي اي تراك بيجو بي abdominal pain swelling around the larynx and throat cause difficulty in breathing طيب الجي اي تراك due to symptoms due to جي اي تراك swelling بيجو بي vomiting, diarrhea, dehydration and exhaustion. طيب ده في تقريبا اربع حاجات you must suspect the patients to have hereditary angioedema اذا كان عنده recurrent angioedema recurrent episodes of abdominal pain and vomiting اذا جانا بلارنجيال edema واذا كان في positive family history of angioedema. طيب الدياغنوزيس زي ما قلنا by measuring C4 level and C1 inhibitor level. التريتمنت قال by giving C1 inhibitor concentrate ودي حاجة تموت أيوة بيبقى أيوة في أي triggers للأنجيوديما دي يعني في أي triggers بتعملها يعني حاجة بتخليها تيجي ولا لا دي حاجة هرجرت لا لا في هي autosomal dominant inheritance وبتكون يعني الباسو فيسيولوجي تحديدا لأنه عندهم C1 inhibitor deficient تمام يعني it is not allergic it cannot be triggered by to say it is an allergy طيب امتى بيكون symptomatized وامتى بتكون ولا هي على طول symptomatizing ما اظنش على طول هيكون symptoms والله I don't know طيب ما اعرف لكن لانه اساسا الباسو فيسيولوجي قال انه due to C1 inhibitor بيكون low او deficient ايوه كان متكلمين عنها في الانا في عندها كان سيم مالتيبل سيمز اعتقد كانت موجوده في بارت 1 برضه في جايبينها في الباسس كان كثير بيحبوها والله في الامتحانات اسئله كثيره اذا اي حد عنده معلومه يا جماعه عن الترايجر اذا في حد عملها ترايجر تريجرز والله اي ثينك انه فيه لكن عايزين ايش يا ربي ما الدراما مثلا ممكن في اللي هو بالمنستريشن طيب قال التريتمنت باي جيفينج ذا بيشنت سي 1 انهيبيتر كونسنتريت
وده قالت is not available now. يعني 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 في special hospital بس إنها هي available. قال if it is not available في الأكيوت التاك you can give the patient fresh frozen plasma. بالإضافة لل ABC support of the patient إذا جانا بأنتيوديما أو other أو other symptoms يعني. تمام كده؟ الله يعافيك، العافية دكتورة. طيب السؤال الأخير اللي هو بعد إذنك دكتورة، هو بالنسبة دكتور محمود الكونجنتال أدرينا اللي هي الهيرديتري أنجيوديما دي دايما بريسبتيتد بأي ستريس، لو شخص حصل له تروما، لو شخص حصل له سيرجري، أو زي ما قال الدكاترة قالوا منستريشن، في بعض أنواع الدراكس اللي هي الـ AC inhibitors برضو من الحاجات اللي بتعمل تريجر ليها. شكرا دكتورة، شكرا. أنا متذكر المايل تروما، أيوة كلا شكرا، أكدت لنا المعلومة. طيب السؤال الأخير اللي هو 70 قال لاكتوز انتوليرانس فلوينج روت. طيب برضو جبت كلام بسيط كده عن اللاكتوز انتوليرانس فلوينج انفكشن از جنرال. قال is a temporary loss of ability to digest a sugar not lactose. طيب طيب what infections that cause both infectious lactose intolerance. قال viral, bacterial and parasite infection that cause non-inflammatory diarrhea cause minimal chain damage to the intestinal lining include rotavirus, guardia intestinalis, cryptosporidium and cyclospora. اللي هي دي الأورغانيزم responsible for both infectious lactose intolerance. تمام. قال why the gastrointestinal infections cause lactose intolerance. ليه يعني both infection بيحصل lactose intolerance هو بيحصل temporary loss of ability of the small intestine to digest the lactose sugar. طيب when it become damaged by the infectious agent so it cannot be absorbed and stay in the intestine keeping water with it. Bacteria that's normally found in the intestine بتعمل metabolize the lactose producing hydrogen, methane and carbon dioxide gas and increase the acidity of the intestinal content. وتحديدا الحاجات اللي بتنتج نتيجة metabolization of the lactose sugar هي دي المسؤولة عن symptom of sign, symptom and sign of the infection that's responsible for lactose intolerance. طيب السيمتومز والساين اللي بيجي بها البيشن اللي بيجينا بغاز برودكشنز ليدنج زي ما قلنا ابدومينال ديسكمفورت، بيجي ببلوتينج بلانشينج اند فليتولنس، بيجي استول مي بي بالكي لوز اند ايفن دياريا. طيب الاستول بي اتش بيكون لو والهيدروجين بريستس بيكون بوزيتيف. طيب هاو لونج ويل ات لاست for rotavirus it would last for average of a few days according to the infection. يعني infection إذا كان البيشن حصل له resolve from the rota infection within days بيحصل برضو resolution للactose intolerance post infectious within days. والعكس تماما حصل prolongation of infection for weeks مثلا. طيب or it may persist for a much longer if the infection is prolonged. طيب what can be done about this post infectious lactose intolerance. قلنا هو temporary condition and improve with time. طيب other options اللي ممكن اعملها as the management ممكن to avoid milk and dairy products. We can use a lactase dietary supplement so the symptom will improve. يعني لقوا انه when we are using this one you are avoiding the milk and dairy product using and using lactase dietary supplements so the symptoms will improve within days. لكن there is no specific management. يعني it will resolve with time according to the infection. بمجرد ما يحصل improve the patient from the inflammatory condition or infection that caused the lactose intolerance the symptoms will subside. عادة 2 to 3 weeks حاجة زي كده مش maximum يمكن 4 weeks. يعني according to the infection مثلا إذا كان حتى rotavirus infection the patient will resolve within days حتى lactose intolerance will resolve within days. It will persist with the persistence of the disease. يعني if the disease will prolong يعني نفس الفكرة إنه ال lactose intolerance will persist. هي الكومون دكتورة قلت إيش الروتا وتاني إيش؟
الروتا فيروس والجاردي انتستيناليس والكريبتوسبوريديوم والسايكلوسبورا. اوكي تمام كده كده خلصت الأسئلة بتاعتك. الله يعطيك العافية. شكرا جزيلا. لا لا شكرا جزيلا. تسلم. وعليكم السلام ورحمة الله. انتم ماشيين بالترتيب يا جماعة ولا انا الأسئلة بتاعتي من 60 ل 65؟ سؤال كم؟ ألو؟ أيوة. لما أنا عايز أشوف لو في واحد جاهز يقول هسه أنا مشغولة دوام لو بالترتيب أقوم أقول لكم. لا خلاص ممكن أنا عندي من واحد ثلاثين دكتور عيد. أيوة ممكن أقول مش مشكلة أقول. صح. لو حد مش فاضي مش اه احنا كده خلصنا 15 بس مش كده نعم كده خلصنا بس اخر سؤال احنا كده خلصنا 21 25 و26 30 احنا مخلصين من الاول لحد 30 كده والخمسه اسئله التانيين مش كده؟ وايوه اللي هم احنا واخدين يعني من الاول هو ايوه تقريبا وقت 30 وبعد كده الخمسه بتوع الدكتوره بس 15 ايوه طب خلاص اوف الشركة ده يا دكتور علي انت هحاول اشير اللي هو بتاع البنزوديازبين ديت بس وخلاص المجال اللي هنحتاجه يعني. تمام ايه الحركات دي الواحد ما بيعرفش انت على فكره انا يعني بشير من اللابتوب بس بتكلم من الايباد طيب السؤال انا صوتي مسموع مسموع ايوه طيب ماشي 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 انا بتكلم الايباد طب هو كان السؤال اللي هو 31 كان بيقول كوليج يعني خد 5 تابلت من البنزودازبين وبعد كده عامل يعني سهم وقال انفورم السينيور انا اعتقد ان هو برده كان حاجات من الحاجات اللي هي اللي هي مثلا سيلف هارم ديزيز مثلا وبعد كده هو يعني اكيد كان جاي حاجه اسكس انا اعتقد بس هو كان جات الاختيار اللي هو انفورم السينيور يعني مش واضح قوي يعني هو كان مثلا حاجات اسكس هتكون الدوسيشير ولا قبل ما اتخرجوا تعمل ايه فانا جبت شويه حاجات بس عشان مش كومن البنزوديازفردوز ديت لانه هو قال هي ليها وايد رينج سيفتي مارجن فيعني صعب جدا ان يجي باوفر دوز اللهم لو كانت حاجات من ضمن الحاجات اللي بتاثر عليها مهمه جدا اللي هو السنتر نيرفس سيستم بتعمل الحاجات بتاعت السومنس بتعمل ريسبيرتوري ديبريشن وبتعمل السومنس ودبلوبيا واتاكسيا وبتعمل ديليريوم وبتعمل هالوسينيشن في الحاجات السيفير قوي بتعمل ابنيا وريسبيرتوري ديبريشن وهايبوكسيميا وهايبوثيرميا وهايبوتنشن وبراديكارديا برضه ابطو انه ممكن عشان بيبقى كاردياك ارست او في الاخر خالص بالمونر اسبيريشن لان هو بيبقى كوماتوز. البنزودازيمز هو قال من اللي هي الحاجات اللي ليها وايد ثيرابيوتيك اندكس فعشان خاطر كده الدوز بتاعتها بتبقى صعبه وهي الميكانيزم بتاعتها ان هي بتعمل استيميوليشن للجاب ريسبتورز اللي هي بتعمل سي ان اس ديبريشن. بالنسبه للدياجنوز بتاعها قال يعني هي غالبا بتبقى دياجنوز باي كلينيكال وبالهيستوري باي كلينيكال سيمتوم وساين اللي احنا قلناه وبالهيستوري لان هي برضو الليفل بتاعها مش بيبقى سهل ان هو يتقاس وقال التريتمنت وليها انتدود اللي هو اسمه الفلو نزيل دوت
تمام. وبس هو لو جالك في اول ساعه انت بتديله الاكتف شاركل دوت، وممكن تكرر الدوز لحد ما يشوف الحاجات بتاعه ممكن يستفاد من الجاستريك لافاج او لا، ممكن تعمل وول بودي ايريجيشن الكوماتوز اللي هو اللي هي الاي بي سي والسبورت في ميجرز في الحاجات واللي هو ده الفلونازين. بصراحه انا ما لقيتش حاجه زي من كده، لان هو برده السؤال يعني اعتقد ان هو كان سؤال اسكس هو واحد وخردوز. بس اهم حاجه اللي احنا فاكرينها اللي هي بتاعت ان هو العيل ده ايا كان اللي هو كان واخده ايه، سواء كميه كتير او كميه قليله، ده ما تعملوش ديستشارج الا لما تعمل له سايكولوجيكال اسيسمنت. ده اللي هي الحاجة الأكتف أو ده اللي في السؤال اللي أنا شفته. السؤال الثاني كان اللي هو 32، كان اللي هو التوزز، كان فوتو فيها رايت توزز سواء كانت هي مثلا رايت توزز، وكان هو قال إن هو يعني رايت أوكلوموتر فرزس كونجينيتال. نشوف السؤال يا جماعة. أنا شارت شوية جب. هو السؤال كان بيقول اللي هو التوزز يعني فوتو فيها توزز، تمام، فوتو فيها توزز. ايوه. طب انا ممكن احاول اوقف الشير دوت واجيب اللي هي صور، انا جايب صور فيها توزز بس يعني وكان هو كاتب رايت اوكلو موتور ولا كونجينيتال فرزس كونجينيتال، يعني انا مش عارف برضه رايز اوكلو موتور ولا فرزس كونجينيتال ايه. هو عامه انت لقيت رايت توزيس انت بتشوف هي معاها الحاجات الكومن ان هي ممكن تبقى سيرد موتور اوكلوموتور نيرف انجري او ان هي تبقى معاها هورنر سندروم. لو هو معاه مايوزيس في نفس الناحيه يعني معاه رايت توزيس ورايت مايوزيس يبقى ده هورنر سندروم، لو هو معاه مايدريزيس يبقى دوت اللي هو سيرد موتور. اعتقد هنا السؤال بيجي بالطريقه دي مش فيرسس. هو كان ده الحته دي كان من كتاب الفوب بيقول ان هو التوزيس معناها اللور اوف ذا ايليت، تمام، واللورنج اوف ذا ابر، اللورنج اوف ذا ابر ليد، الابر ليد مي بي اللي هو يعني قال ان هو بيبقى الفيتد بالليفيتور ماسلز اللي هي بتبقى انرفيتد بالسيرد اوكلوموتر نيرف، تمام. في حاجه اسمها كونجينيتال توزيس يوجوالي باي كونجينيتال اللي هي ديس انسيرشن بتاع الليفيتور ماسل، ودي بتبقى السيرجر ريكوايرد فيها تو انشور اللي هو الفيرسس ديفولمنت، وتبقى المفروض بتتعمل ايرلي، تمام. وفي وده يعتبر بصراحه اللي هو رير شويه الكونجينيتال واللي هو مير رينمون، وفي حاجه اسمها هي الماركوس جان اللي احنا اللي هي دي كاركترايزد باي دايجنوزد باي بيبي وين هيز اوبن هيز ايليد وانس سيمتريكلي اللي هي بتاع الفيدنج، عارفين انت اللي هو لما ياكل يغمس بعينيه، دي نوع من انواع الكونجينيتال. والله مرات بتيجي في الهيستوري ومرات كان بتيجي في الباستيست، فدي لو لقاها مثلا لو قال لك انه اثناء الفيدنج والكلام ده كله يبقى ده تبقى الكونجينيتال اللي هي بتاع الماركوس جانجو ريكلي، تمام. ما كانش فيها بصراحه. هو عامه الكونجينيتال الاسباب بتاع الكونجينيتال توزز بتبقى ريب بتاع الليفيتور انسيرشن. الاكواير ده بقى الحاجات بتاعت التوزز الكونديشن افكتنج اللي هو النيرف او المص نفسها زي السيرد كرينيال نيرف انرفيشن، وده الموست اوكلر بياخد الموست اوكلر موفمنت بتاعه الاي وبيعمل كونستريكشن ودايلت اوف ذا بيوب، ودوت بيبقى هو كده اتكلم كده. هو على حسب السيناريو اللي جاي او كان مدي السيناريو على الصوره، وهي لو انت بصيت لقيت معاه مايوزيس ومع التوزيس يبقى ده ورنر سندروم، او الحاجات لو هو معاه مايدريز يبقى ده اوكلو موتور، والاوكلو موتور ده يا اما يكون كونجينيتال يا اما يكون اكوايرد. طب ماشي، هو السؤال كان بيقول لك ايه كونجينيتال اوكلوموتور يعني ولا اكوايرد؟ لا هو قال فوتو رايت توزز، يعني جايب له صوره فيها فوتو بتاع رايت توزز، يعني عنده توزز في العين اليمين، وراح واخد سهم وقال ان هي رايت اوكلوموتور فيرسس كونجينيتال، بس ده اللي هو كاتبه في السؤال. كونجينيتال متهيألي يبقى بايلاترال، يعني لو يونيلاترال صعب يكون كونجينيتال. لا لا عادي، لا 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 ممكن يبقى انا اعتقد ان هو بصراحه مش هيجيب هيستوري، يعني ممكن يقول ان البيبي دوت يعني جايب رايت صورة توز ومدي كومنت عليه قال لك البيبي ده كل ما ياكل عينه مثلا يحصل له توز او الكلام ده كله، يبقى ده فعلا اللي هو الكونجينيتال اللي هو الماركوس جانجو ريكلينج توز دوت. لو انا اعتقد ان اغلب ان هو ده بيبقى عامه ده رير الرير كمان، يعني هو مش كومن ان يجي الكونجينيتال والماركوس ده رير، فغالبا هيبقى اكوايرد اللي هو السورد اوكلوموتر ده لو في حاله ان هو التوزز معاه مايدريزز، انما لو هو من الاصل التوزز انت بصيت في العين اللي هو جايبها ولقيت معاه مايوزز يعني البيوب الكونستريكتد، يبقى ده من الاصل اساسا ده اورنر سندروم خالص مش دعوه بالسورد كرينيال. تمام، يعني افتح في البيوبل
مفتاح في البيت. أيوة لو انت صح. فعلا لو انت فعلا لقيت ان البيوبل فيها ميدريزز يبقى ده حاجتين، يبقى فعلا يا اما يطلع كونجينيتال بتاع المصل او بتاع اللي هو الديس انسيرشن بتاع الفيتر المصل، او اللي هو حاجه تروماتيك او حاجه اعتقد انه مش هيجيب الكونجينيتال اللي احنا مش هنعرفها الكونجينيتال دي الا لما يكون مثلا يمكن يقول لك ده سنس بيرس، يمكن يقول لك ده اتولد بيه، الكلام ده كله ماشي. قال ان هو اللي دوت ان هو لما ادى هيستوري مع الفيدنج بتاع العيل ومع الصوم العين بيحصل لها توزز، يبقى دوت هو عايز يكون بيحصل بلينكينج مش توزز، بيحصل بلينكينج. لا ما هو لا بيحصل توزز، ما هو لما عينه يعني هو بيحصل بلينكينج بس يعني العين بتنزل شويه. ما هو بص دكتور محمود قال لك ايه اللي هو كونجينيتال توزز از ماركس جو ريكلينج توزز، يعني هو العين بتربش بينزل شويه بس لما او لما بيتحرك الجفن لفوق بينزل اب مسافه اللي المفروض ينزلها الطبيعي، فبتلاقي في توزز برضه. تمام ماشي تمام. جي قال هو واد يعني بيقول نيونيت مي بريزنت والساينوزيس، وكان عنده بالمونر هايبوبليزا ورايت سايدد هارت فيرير وكاردو ميجالي، وهو مجاوب ابشتاين ابنومالي، وهو فعلا الحاجات دي بتبقى بتاعت الابشتاين، والابشتاين فعلا من الحاجات اللي بيبقى فيها يعني سيفير كاردو ميجالي اللي احنا بنسميها حتى وولت وول سايد، يعني الهارت بيبقى كبير قوي لدرجه ان هو راكن على الجناب بتاع الشيست وول. طبعا باختصار الحشوه دول من اللي هو الاسينشال ان ده الابشتاين عباره عن تريكاسبت فالف مالفورميشن، بيبقى داون ديسبليسمنت للتريكاسبت فالف، فبيعمل هيوج رايت اتريوم وبيقلل طبعا السايز والحجم بتاعه الرايت فينتريكل. المانيفيستيشن بتاعته ممكن يبقى نورمال ادبيرس، ممكن العيل يبقى ساينوست ادبيرس، بيبقى فيه لودو نورمال بتاع تريكاسبت ريجير، وده من كومن الحاجات الكومن اللي هي بتعمل تريكاسبت ريجير. العيل ده طبعا بيبقى فيرسيك، العيل ده بيبقى هو الحاجات لان هو ده من ضمن الحاجات اللي هي كونجنتال ساينوتيك هارت ديزيز اللي هي داكت ديبندنت. فيه حاجه في الهيستوري مهمه جدا اللي تخليك برضه تقول شنو لو ادانا الحته دي في الهيستوري، ان الام كانت بتاخد ليثيوم، الام كان عندها ديبريشن او اي سايكوتيك ديزيز وكانت بتاخد الليثيوم ده، يبقى ده حاجه كاركترستيك للابشتاين انوميا. طبعا هو عمل اي سي جي والابشتاين انوميا اللي من ضمن الحاجات اللي بيبقى فيها سوبير اكسس والسوبير اكسس اللي هم فوق اللي هم الحاجات اللي فوق ده. شيستك سيليبي يبقى فيها مصف كاردوميجالي اللي هي وول تو وول هارت طبعا، واللي فيها ريديوسد البلم سكرار مارك لان هو السايز والحجم والبريشر وبتاع الرايت فينتريكل بيبقى، فطبعا اكيد الديكريز البلمونري بلاد سبلاي. المانجمنت بتاعته طبعا احنا خلاص يعني عدينا عليها كتير في الكارديولوجي، المانجمنت والحاجات اللي هي سبورتيف والحاجات بتشوفه بعد ما تعمل الهايبروكسيا تيست، وانس ان انت سسبكتد سواء كان ابشتاين او غير ابشتاين ان انت سسبكت ان هي كونجينيتال سينوتيك هارت ديزيز، بتبدا البروستاجلاندين على طول لحد ما تشوف الاخباري، عشان الواد ده بيبقى معاه مرات بيبقى معاه اللي هي الحاجات والهايبوكس اللي بتحصل بيبقى معاهم بالمون بتاع ده بريزيستنت بالمونر هايبرتنشن، فبتدي الفازو دايليتور والبالمون فازو دايليتور، بتحط على الفنتيليشن والفنتيليشن على قد ما تقدر بتشوف تبعد عن الفنتو او الهاي بي اي اف اي 2 والاكسجين، وتراي تو افويد السيرجيكال تراي تو افويد السيرجيكال شانت انسيرشن. مش عارف انا متهيألي يا دكتور عيد في البلمونري هايبرتنشن بندي هاي فلو اوكسجين. لا 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 ده هو لا 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 انت من اصل بتعالج ابشتاين، لا لا ده هو ده بيبقى سوشيت معاه بس تبقى ملون رزوت عشان تحسن بس البلمونري بلاد سبلاي مش عشان تحسن بتاع ده، لا ده للواحد اللي هو بيرزيستنت هايبرمونري هايبرتنشن لوحده. ما هو فكره الهايبوكسيا تيست ليه؟ ان انت لازم تفرنشيت ان ده ريسبيراتوري ولا كاردك، والكاردك ده مقسوم له شقين اللي هو على فكره هيجي في السؤال اللي بعده، يعني احنا هنقول الكلام ده في السؤال اللي بعده بتاع اللي هو الواد اللي طلع 92 ده، وتفرق ما بين تقريبا او تسسبكت اكتر، هل هو حتى قبل ما تعمل لكم هل هو ده فعلا كونجنتال سينيتيك هارت ديزيز ولا ده بيرزيستنت بالمونر هايبرتنشن، لان التريتمنت بتاعهم مختلف تماما. الاكسجين هيقفل البي دي اي بتاع الوات الكونجنتال هارت فهيؤدي الى بور بروجنوزس، انما المين تريتمنت بتاع العيل اللي عنده بيرزيستنت بالمونر هايبرتنشن ده اكسجين، واكسجين عالي جدا يعني 100% اف اي. ايوه بالظبط ايوه تمام. حاضر انت مش وقت تقفل دلوقتي انت مين؟ ده انا عامل اكروبات يا جماعه، ده انا اساسا بشير من من اللابتوب وبقرا من الايباد وبقرا الاسئله اساسا من الموبايل. طيب. لا بقرا بتكلم من الايباد عشان الصوت واضح فيه، مش عارف ليه صوت اللابتوب ضايع. طيب السؤال اللي هو 34 اللي هو اللي بعد اللي احنا كنا بنتكلم فيه، بيقول لك نيرس نوت اس بي او 2 في الليفت فوت 92% تقريبا، احنا قلناها في حته معينه قبل كده، وقال لك الاجابه بتاعته هو كان الرينج ايكو براير شارج، هو فعلا هم حتتين.
والله لو العيل كويس يعني هو ما عندوش اي حاجه خالص والعيل كويس وستيبل وخاصه لسه انت في اول يوم يعني لسه حتى لو هو كونجنتال ساينوتيك هارت ديزيز. السؤال 34 السؤال 34 بيقول ان انا هقرا هو في يا دكتور بس حد قبل ما تبدا يا دكتور قبل ما تبدا في حد بيقول ممكن تعيد السؤال اللي فات كاتب على الله. اللي فات تقريبا يعني اللي مش بتاع اللي بشتاين انومالي حاضر هو كان السؤال بيقول ان هو نيونيت وجايب سينوزز وعنده بالمونري هايبوبليزيا يعني اللي البالمونري هايبوبليزيا او اللي هو تكريز البالمونري بلاد فلو وهارت فيلر وكاردوميجالي. هو كان كاتب اللي بش يعني الاجابه بتاعتهم كان كاتب اللي بشتاين. انا اعتقد انه كان فيه مور كلوز يعني خليته قال ان هو عنده بشتاين. انا مختار بشتاين انومالي ده اللي هو يعني النوع اللي هو بيبقى فيه مالفورم تريكاسبيد فالف. التريكاسبي بيبقى فيه حصل داون ديسبليسمنت للفالف. طبعا هو موجود في الحته اللي ما بين الاتر والفنتركل فهي على قد هو فبيبول فانكشن. لو هو نزل لتحت الحجم بتاع الفنتريك الكبير فالكاسبس نفسها بعدت عن بعضها فبيبقى حصل زي فيه ريجيرج فاصبح فيه تريكاسب ريجيرج بالتالي لانه هو اتشد وقلل السايز بتاع الليفت فنتريكل وطبعا السايز بتاع الرايت اتريوم لان احنا اللي هنسميها اترلايزيشن اوف ذا فنتريك اوف ذا رايت فنتريكل. الاتريوم كبر قوي وحجم الفنتريكل صغر وحصل داون ديسبليسمنت للفالف فلما حصل اتشدت الكاسبس عمل الرجيرش. بيجي طبعا سينوزس وبيجي يعني سو ايرلي يعني احنا شفنا كان عندنا من حوالي اسبوعين ثلاثه كان عيل عنده بالظبط يوم يعني حوالي 36 ساعه طبعا وبيبقى فيه لود ميرمر بتاع التريكاسبس الرجيرش طبعا والعيل ممكن يبقى فيه. نعم كيف حالك؟ تمام تمام الحمد لله. معلش بس كنت قصدي تعيد السؤال ما الاجابه. طيب طيب ماشي طيب ماشي 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 طيب. السؤال 34 اللي هو بيقول ان هو ده جاي عين يونيت هو كل اللي فيه بس ان النيرس لاحظت ان لما حطت البلس اوكسيمتر على الليفت فوت طلعت 100. هو حتى بصراحه كاتب هو ده روم اير ولا هو على الاكسجين. هو دايما غالبا السؤال بيجيبوه هو يبقى اكسجين اللي هو في الفتره مثلا بتاعه اللي هي الترانزيشن التعايل مثلا كان نفسه مش كان بيستريس شويه فانت طلعته تحطه على شويه اكسجين كده وتعمله في القبض في خلال الساعه الساعتين اللي هي بتاعه الترانزيشن اللي انت بتحطه معاكم في النيرسري. فلقيت ان هو الاكسجين ساتوريشن العيل كويس كونشوس اليرت ما فيهوش مشكله ما فيش ريسبيرت ستريس ما فيش تاكيبنا ما فيش تاكيكارد العادي خالص في النورمال رينج. بس كل اللي انت لقيته ان انت لقيت الاكسجين ساتوريشن بتاعه على الليفت فوت 92%. فده حاجتين يا اما عشان بس ما تخرجوش كده يا اما تروح حاطط لو هي حاجه اميديت تروح رافع حاطط البلس اوكسيمتر على الرايت واللي هي الرايت ارم عشان تقدر تشوف هل هو فعلا في ساينوز ولا ما فيهوش ساينوزز زي بعض ولا ما فيهوش زي بعض ولو هو فعلا ساينوزز هو بري دكتور ولا بوست دكتور. يعني ده اللي هو البتاع ولازما ده لو هو ما طلعش حاجه يعني وليكن ان هو طلع يعني طلع زي بعض سواء كانت امراض اشتفى الدكتور بوست دكتور الواد ده لازم تعمله ايكو قبل ما تعمله ديسشارج عشان تتاكد انه فعلا ما فيهوش كونجنيتال هارت ديزيز ويخرج بالكلام ده. اللي هو البوست دكتور يعني انت هتلاقي اللي هو ال البريدكتر هيبقى واخد الكل هيبقى في الرايت ايد في الرايت هاند زي في الليفت هاند زي في الرايت فوت زي في الليفت فوت. البوست دكتر هيبقى واخد بس الرايت هاند هيبقى كويس لان هو ما عندوش مشكله خالص وسبلاي اللي هو الحته بتاع الاسندنج اورطه واللي فوق ما عندوش خالص مش افكتد بالبي دي اي خالص. واللي هو البوست دكتر هيبقى واخد اللي هو الليفت ارم والليفت فوت والرايت فوت كلهم يعني هم بتقارنهم هم الثلاثه ما بينهم ما بين الرايت هاند. وده لازم تعمل له اوكي بفور الديسشارج مهم جدا. ولو فعلا الاجابه ما فيهاش ان انت تجيب البلس اوكسيمتر وتحطه على الرايت او الليفت او الكلام دوت يبقى لازم تعمل له اوكي بفور الديسشارج علشان خاطر ما يطلعش كونجنتال سينوتيك هارت ديزيز ولسه البي دي اي شغال وبعد ما تخرجه يجي لك بحوالي 24 ساعه العيل ارستد او شورت. طيب السؤال الاخير كان بيتكلم عن هيومن بايت. طب انا ممكن اشوف اوقف الشير ده عشان اصور بس الصور بتاع الهيومن بايت.
موجود فين؟ ايوه في الكروم. لا ده التوزيس، بس ده الصور بتاعت التوزيس، دي الصور بتاعت التوزيس، وده الصور بتاعت ادي معنا لو جت يعني. هو كاتب بس كلمه هيومن بايت وخلاص على كده يعني، هيومن بايت فوتو. فمش عارف يعني هو كان مدي السؤال عليه فعلا، هي يعني حاجه كان يعني مدي اسئله في الاي 6 تبلغ السوشيال كي ولا مش عارف ايه. هو دي بس انا حبيت اجيب الصوره عشان اشوفها. المانجمنت بتاع، انا بصراحه ما دورتش عليه، انا قلت ده سؤال اسكس وانت عارف العداء اللي ما بينه وما بين الاسكس، فرحت بس جايب الصور بس جاست. طيب فلو حد فيكم عنده مثلا يعني ايه المانجمنت، اعتقد اكوردنج تو الكلينيكال بيكتشر يعني، يعني واحد زي ده اكيد ده تعمل له سيرجيكال ديبريتمنت وتعمله وتدي له انتيبيوتيك وتنظف له الجرح والكلام ده كله. واحد زي ده مثلا اللي هو ده حاجه خفيفه، او زي ده مش هتعمل له حاجه. بس انا اعتقد هو السؤال اللي كان عليه كان سؤال اسكس، مش يعني مش مانجمنت وبتاع يعني، لان على حسب السيفيريتي بتاعت بتاعت البيت نفسه يعني. واحد زي ده مش هتعمل له حاجه، هتوبزرف بس وخلاص. بس خلي بالك لاحسن يكون ده هي اللي على الشمال دي بتاعت هيومن برضو. انهي دي؟ انهي الشمال ده؟ الشمال اللي هو ده اليمين اليمين اه لتحت ده. ما هي ادي سنان، هي ادي سنان هي، بس هو الراجل يعني كان بيغل قوي شكله ولا ايه؟ استحيل يعني دي بتاعت هيومن، دي بتاعت انيمال. لكن لا 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 ده هيومن، ده هيومن الجو ده هيومن اهي، بس اكمنها خلي بالك اكمنها في الهاند، فيعني خد ايده معاه. مش ريسنت مش ريسنت لا 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 اكيد هي طبعا اكيد في شويه فيها، لان فيها هايبريميا اهي وفيها الايدجز نفسها، مش ريسنت انجرد يعني. ده عامله شويه جرانيوليشن تيشو كمان من هنا اهو، وباين ومن هنا كمان عامله شويه جرانيوليشن تيشو. هي كانت ديب ديب قوي، بس هم دول الخمس اسئله بتوعي كمان. انا حاولت برضه التزم بالمعاده، تامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم، فانا حاولت اختصر اسئله بس. الله يعطيك العافيه دكتور. شكرا. انا ما كملتش 10 دقائق عشان فعلا هو يعني عشان خاطر كده. لا يا عم 20 دقيقه. يا راجل ده الوقت سرقني بقى. الله يعطيك العافيه. بس خدت بالك الشير؟ انا دلوقتي بقيت بيرفكت في الشير وبجيبه هو بتاعي يعني. بس يعني خلي بالك انا بشاور من اللابتوب وبقرا من وببص في الموبايل. لا بالمناسبه كثير كثير من الناس ممكن تعمل كده احيانا بالمناسبه. لا اصل اللابتوب انا لما باجي اتكلم منه انتوا مش بتبقوا سامعيني خالص، مع ان انا ببقى سامعكم كويس جدا، فما اعرفش بيبقى في مشكله في ده ولا ايه. هسه الان صوتك هذا من وين دحين؟ من ده من الايباد. لا ده من الايباد. خلاص خليك على كده بس على ما انا خلينا على كده فعلا. ماشي حبيبي اتفضلوا بقى اللي عايز يكمل. اتفضل الشير. طيب السؤال بيقول 10 days baby with 5 days في thirsty، مش عارف جابها ازاي دي. صوديوم لو والبوتاسيوم هاي، طبعا هو على طول حلها على طول بال 21 هيدروكسيليز deficiency congenital adrenal hyperplasia. طبعا احنا الكلام ده يعني قلناه النهارده في السرفايفل. تحب نقول مكتوب لك البتاع ده؟ مكتوب لي تحب نقوله تاني ولا بالمختصر كده ولا عشان الوقت؟ لا خلاص بقى بالنسبة لي أنا، لو حد عايز طبعا يقول خلاص. إذا حبيت بس قول المختصر خالص كده. ما هو المختصر خالص إيه؟ anyway طيب يعني هو هنا بس يبقى عندنا هنا الـ most common deficiencies. ده طبعا الـ synthesis بتاعت الحاجات بتاع suprarenal cortex. الاشهر حاجه هو الواحد ال21 هيدروكسيليز ديفيشنسي. ده لما بيقل هو طبعا يعني شغال على الخطوه دي وعلى الخطوه دي، لما بيقل كله بيروح ناحيه الاندروجينز. اللي بيحصل بيبقى فيه لو كورتيزول وفيه لو الدوستيرون، بيديني الكلينيكال بيكتشر دي اللي هي لو صوديوم وهاي بوتاسيوم. تمام. ممكن البيشنت يجي طبعا بسولت لوزنج، عمال يفقد في الصوديوم، فبالتالي هيجي بهايبوفوليميا. تمام. ويجي بايه؟ بكولابس. الانست اوف برزنتيشن بيجي من سن 3 ايام لسن 3 اسابيع. ده الموست كومن. السكند كومن اللي هو ال 11 بيتا هيدروكسيليز انزيم ديفيشنسي، ده برضو شغال على الخطوه دي يعني، هو بعديه بخطوه. تمام. اذا قل بيتراكم عند الدي اوكسي كورتيكوستيرون، وده بيبقى له شويه اكشن شويه من الايه، من الالدوستيرون. ف
فبالتالي بيبقى في احيانا بيجيب هايبرتنشن وعلشان خاطر الايه الاكشن بتاع الالدوستيرون ده يعني بالمختصر الجامد يعني. طبعا بيجي طبعا بهايبوغلاسيميا. وانا كنت مصور الحاجات بتاعه السيرفايفل قرناها النهارده. طيب سؤال ال 42 بيقول 6 week female presented with vomiting post each breastfeed with faltering of growth. هنا هنلاحظ هنا اهم حاجه عندي ال age of presentation اللي هو 6 weeks ده typical 6 weeks يعني هو من 3 اسابيع لغايه يمكن 8 weeks كمان. الحاجه الثانيه بتقول vomiting post each breastfeeding تمام with faltering of growth بدا ياثر لي هنا على الجروس والبروجريشن بتاع الجروس. يبقى دي اكيد حاجه باثولوجيكال مش حاجه فيسيولوجيكال. يعني في احيان ممكن يجي بشويه سمول فوميتنج كده ده عادي ده نورمال فيريانت وعادي بيحصل ما فيهوش اي مشكله. فهو هنا شخصه على طول برضو بالبايلوريك ستينوزيس. طبعا زي قلنا الانست الكلينيكال بيكتشر اللي بتيجي في الحالات دي بيبقى في اللي هو البروجريسيف انكريزنج انتنسيتي اوف ذا فوميتنج بمعنى انه في البدايه بيكون في شويه فوميت عاديين بعدين شويه شويه بيبقى سيفير مور سيفير وبعدين بيبقى بروجكتايل. بيبقى في طبعا دي هايدريشن تمام والبيشنت دايما بيكون جعان يعني هو بيفضل الاستومك بتاعته على طول جعان يشرب تاني يرجع تاني دي حاجه برده مميزه. الحاجه الثانيه في الانفستيجيشنز مهمه جدا بيبقى فيها ميتابوليك الكالوزيس وفي الميتابوليك الكالوزيس ده بيبقى فيه هايبوكاليميا وفي هايبوكلوريليميا يعني لو كلورايد لانه كله بيفقد في مين في الفومتنج. المانجمنت على طول طبعا ده محتاج ايه محتاج اللي هو الرامشتيت اوبريشن. ده دي صوره بالالترا ساوند للبايلوريك ستينوزيس. الطول اللي عندي في التشخيص بتاعي لازم يكون طولها اكتر من 1.5 سم يعني الانفولفمنت بتاع البايلوريك سيجمنت لازم يكون اكتر من 1.5 سم والثيكنس لازم يكون اكتر من اي ثينك بوينت كام بوينت 6.6 مليمتر يعني الثيكنس ده لازم يكون اظن اكتر من 0.6 تمام. ده علشان اشخص البايلوريك ستينوزيس. البايلوريك ستينوزيس طبعا على طول طبعا بعمل ستابلايزيشن للبيبي اذا كان اكيد طبعا بيكون هايبوفوليميك بديله اي في فلويد وبخليه طبعا ان بي او تمام وبمشي على اي في فلويد وممكن كمان على توتال بارينترال لغايه ما يبدا ايه يبدا لغايه ما يدخل العمليه وطبعا العمليه بتكون ايرجنت شويه. ده طبعا بالالترا ساوند. زمان كانوا بيعملوا لها باريا مصفو وكان بيطلع حاجه اسمها سترينج ساين دي كده الاستومك وده الباريوم نازل اهو دي معبي لي الكول للاستومك ودي الحته اللي هي ستينوزد من البايلوراس. فبالتالي جزء بسيط جدا هو الايه اللي معدي بيعمل لي سترينج ساين كانني يعني لفيت عليه كده بخيط او يعني قفلت عليه كاني ربطته تمام. وبعدين بقى بعد الحته الاستينوتيك دي بيبدا الثاني يكون دايليتد. ده كان بيتعمل الاول بس طبعا الافضل دلوقتي اللي هو الايه الالترا ساوند. وده منظر البيشنت بعد ما بيعمل العمليه بيبقى ليفت يعني ليفت تو ذا ميد لاين. احيانا بيعملوها كده فيرتيكال واحيانا بيعملوها هوريزونتال عشان ممكن يجيب صوره او حاجه يعني. طيب ده كده البايلوريك ستينوزيس ده اللي واضح يعني مش محتاج نكتر فيه الكلام. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول 14 معلش الحاجه الوحيده ده السيناريو مش ماشيه مع البايلوريك ستينوز انه شيز ا فيميل صح؟ شيز مور كومون ان ميل. ات از بايلوريك بس عادي يعني مش لازم مش فاكر هو مور كومون عادي بتيجي بس هي مور كومون في الميل بس عادي بتيجي بنشوفها كتير في الميل. التايم اوف برزنتيشن هو ده تيبيكال ليها 6 اسابيع ده يعني تيبيكال يعني حتى 3 اسابيع بيبقى بدري شويه بيحصل في الميل وبيعملوا عمليات فعلا ممكن ما تبقاش فيرست تشايلد برضه. Yes. طيب السؤال بعد كده 14 year with third DKA in second in 2 months طفل وغالبا هيكون ميل يعني with third DKA في شهرين تمام جاله 3 مرات DKA وغالبا في كلهم طبعا حصل له admission. فده ايه هو الموست كومن كوز للموضوع ده اللي هو ادرنت للايه للمانجمنت. طبعا الاولاد دول اللي هم بيبقى في ال 14 years دول في مرحله البيوبرتي والمرحله الادوليسنس بيبقى دايما متمردين على هو
بيخرج كتير مع اصحابه، فبالتالي مش هيقعد كل شويه يطلع الابن كده، وبيعتبر ان نوع من انواع السوشيال ستيجما. كمان برضو بيبقى في نوع من انواع الدبريشن، فبيبقى عاوز ايه يعني يخلص بقى من الحاجه دي بالبلدي كده، زهق ومل من الموضوع، كل شويه مثلا يقعد يشوف البلاد شوجر، وكل شويه ياخد اللي هو الانسولين، وممكن يكون كمان بيشرب حاجات صودا وكوكاكولا والحاجات دي. فاشهر سبب في الوقت ده بيكون هو النون ادرين للانسولين. طبعا البروتوكول بتاع ديكي بروتوكول ممتاز جدا جدا اللي عاملينه النايس جايد لاينز، يعني طبعا مش وقت خالص ان احنا نقوله، بس في اي وقت ان شاء الله نقوله لانه جميل جدا. طيب سؤال 44 بقى بيقول increased cholesterol وترايجلسرايدز وهايبرجلايسيميا and جونديس. هو ما جابش طبعا هنا ما جابش العمر، بس ده برضو اكيد برضو هيكون يعني في السكند ديكيد غالبا. يعني بيقول في كوليسترول وفي ترايجلسرايدز هاي وفي هايبرجلايسيميا وفي جونديس، غالبا دي حاجة افكشن طبعا في الليفر. هو بقى بيقول ده هل ده جلايكوجين، مش عارف ده جلايكوجين ستورج ديزيز ده ولا ايه، ويعمل له مثلا ليفر بايوبسي فيرسس نون الكوهوليك ستياتو هيباتايتس. انا جايب بس هنا حاجه عن النون الكوهوليك ستياتو هيباتايتس والالكوهوليك ستياتو هيباتايتس على الويكيبيديا، بس لو نفتحها بس هي حلها هيبقى الجلايكوجين ستورج ديزيز تمام كده ولا ايه؟ هو ما هل يمكنك ان تكون في هايبرجلايسيميا؟ بالضبط، مش هيكون في هايبرجلايسيميا. هايبرجلايسيميا صح. وده مش عايز يفتح لي. وبالتالي كان في سؤال جاء برضو زي كده في الفوب. ايوه فعلا كان في سؤال تبي كان في الفوب، كان في الاخر خالص كده في الحاجات بتاعه الاخر دي. طيب هو بيقول بقى احنا عندنا الالكول هيباتايتس او الهيباتايتس، بيقول فينا الكوليك فاتي ليفر ديزيز از وان اوف ذا تايبس اوف فاتي ليفر ويتش اوكرز وين فات از ديبوزيتد، بيعمل استياتوزيس in the liver due to causes other than excessive alcohol use. يبقى هو عنده alcohol steatohepatitis non-alcohol steatohepatitis تمام. بقول بقى non-alcohol steatohepatitis is the most extreme form of non-alcohol fatty liver disease. بقول بقى non-alcohol fatty liver disease is most common liver disorder في developed countries. يعني الموضوع ده عندهم كتير قوي، فنخلي بالنا منهم. النون الكول فاتي ليفر ديزيز از ريليتد تو انسولين ريزيستنس. وحتى كان جايب في السيناريو اللي كان جابه في الفوب كان جايب اللي هو الاكانسوزيس نيجريكانس لو تفتكروها. فدي الانسولين ريزيستنس بيجي بقى بالحاجات دي اللي بتاع الاكانسوزيس نيجريكانس والحاجات دي. الناس اللي بيكون عندهم انسولين ريزيستنس وبالتالي بيكون عندهم هايبرجلايسيميا شويه تمام، اند ذا ميتابوليك سيندروم. ميتابوليك سيندروم اللي هو الهايبركوليستيروليميا والهايبرترايجلسريديميا، وغالبا بيكون كمان اوبيز والحاجات دي. and may respond to treatment originally developed for other insulin resistant states. يعني هما عندهم شوية هايبرجلايسيميا، مش لازم ان هي توصل لمثلا الميتينات والتلتميات والحاجات دي، ده بيكون نتيجة للانسولين ريزيستنس، وبالتالي بنعالجه زي ما بنعالج التايب 2 التايب 2 diabetes such as weight loss. طبعا لازم يمشي على لايف ستايل معين ويتفادى طبعا الحاجات اللي فيها الهاي كالوريك دايت والهاي فاتي والكلام ده، وبياخد بقى مثلا ميتفورمين والسيازو ليدونينو سيازي ايه اسمه ايه سيازو ليدينو دايونز اللي هو الروزي جليتازون والحاجات دي. بول اب تو 80% اوف اوبيس بيبل هاف ذا ديزيز. مش عارف هو يقصد هنا كل البيبل اللي هم الاوبيس ولا ايه بالظبط. طيب النون الكوهوليك ستياتو هيباتايتس از ريجاردد اس ا ميجور كوز اوف سيروزيس. يعني ده حاجه مشهوره جدا عندهم هناك ان هو تعمل سيروزيس وليفر فيلير اوف ذا ليفر
of a known cause, most people have a good outcome in the condition is caught in its early stages. يعني لو عمل management كويس من الأول ممكن اللي بيبقى فيه good prognosis. طبعا هو هنا جايب هنا liver biopsy وواضح جدا الاستياتو هيباتيتس أو الاستياتو إن فيها استياتوزيس يعني فيها fat deposition. تمام ده مختصر science. But most people with non-alcoholic fatty liver disease have few or no symptoms. Patients may complain of fatigue. تمام يمكن عشان خاطر ان هو دي طبعا المانيفيستيشنز عموما بتاع الهايبر جلايسيميا يعني هو مش مستفيد من الجلوكوز اللي عنده فاتيك وفاتيك اند ماليز اند دال رايت ابر كوادرانت ابدومينال ديسكمفورت يمكن عشان الاستياتو وهيباتايتس ومايلد جونديس اللي جابها في السؤال دلوقتي مي بي نوتست اولذو ذس از رير مور كوملي نون الكوليك فاتي ليفر ديزيز از دايجنوز فولوينج ابنورمال ليفر فانكشنز غالبا هيلاقي عنده ابنورمال ليفر فانكشنز بس انا فاكر في الفوب ما كان مطلع الليفر فانكشنز كانت نورمال وباي ديفينيشن خلاص هو هنا بقى يكمل بيقول باي ديفينيشن الكول كونسامشن اوف اوفر 20 جرامز بير داي تمام اكسكلود ذيس كونديشن يعني لو جاب التشايلد ده وبياخد اكتر من 20 جرام اللي هو تقريبا 20 ملي في اليوم ودي طبعا حاجه تافهه غالبا عندهم يعني دي ده بي اكسكلود الكونديشن وبالتالي غالبا ده بيكون الكحول فاتي ليفر ديزيز. نرجع لايه طيب سؤال 45 بيقول سي تي برين هو كان جايب لهم غالبا سي تي برين تمام 6 months after RTA اللي هو رود ترافيك السؤال السابق كان ايه هذا السؤال السابق كان هايبر جلايسيميا مش هايبر جلايسيميا طيب هو كان جايب له سيتي برين سيتي برين 6 months after road traffic accident but still with seizures يعني ده طبعا ما جابش هنا العمر كام بس هو بيقول ده سيتي برين الطفل ده كان حصل له road traffic accident من 6 شهور فاتوا والتشايلد ده ستيل with seizures اكيد طالما قال ستيل يبقى اكيد في repeated seizures وكمان في behavioral disorders يبقى ده دخل في encephalopathy هو بقى يعني suggestive بتاعه اللي هو البرين اتروفي انا جبت هنا برين للبرين اتروفي follow the art يعني follow the trauma جايب الستيجز بتاعتها تمام الاول ده طبعا معمول كرونال او بيسموه ايه لا مش كرونال ده سوري ده بيسموه ايه اكزيال ايوه هنا نورمال هنا ببص هنا على حاجه اسمها البازيلر سيسترن ده كده اللي انا بشاور عليه ده دلوقتي ده اللي هو الميد برين ده اللي هو الابر موست بارت اوف ذا ايه اوف ذا برين ستيم ايوه بيكون قدامه اي ثينك اللي هو الثيرد فينتريكل وراه بيكون حاجه اسمها البازيلر سيسترن البازيلر سيسترن ده المفروض انا ورايا كده دلوقتي اللي هو السيريبيلم السيريبيلم بيكون ماسك في الميد برين بالسوبيريور بيدانكل او ايوه انت سوبيريور سيريبيلر بيدانكل سوري تمام طبعا على اليمين وعلى الشمال بينهم وفي النص كده بتاع الميد برين ده بيكون حاجه اسمها سيستر بيسموه الانتر بيدانكولار سيستر او البازيلر سيستر anyway وانس ان انا شفت المنظر ده يبقى ده بيسموه حتى ايه سمايل ساين يعني مبتسم كده ودي الميد بارت بتاع الابر ليب بتاعه على يعني السمايل ساين يعني فده كده ده نورمال تمام كمان الساين الحاجات التانية بقى في ده كده اللاترال هورن اوف اللي هو ايه اللاترال هورن بتاع اللاترال فينتريكل سوري ده التيمبورال هورن بتاع اللاترال فينتريكل تمام هناخد الصوره دي بس عشان نتخيلها وهشوفها دلوقتي في صوره اللي هو ساجيتال سيكشن وموضحه كويس جدا ده هنا كده ده كده الميد برين ام بي ده كده الميد برين تمام وراها بيبقى السيسترن اللي احنا بنقول عليه اللي هو بيسموه البازيلر سيسترن وحتى الحته اللي هي داخله شويه دي اهي تمام كده وقدامها بقى بيبقى فيه بقى الايه اللي جايب هو بيسموه انتر بيدانكولار سيسترن بس ده من قدام بيدانكولار بتاع السيريبرال كورتكس anyway. هنا دي ده السيسترن اللي احنا بنقول عليه تمام
وده البونس وده المضلة ده السورد فينتريكل تمام وده الفورس فينتريكل وده اللي هي سيسترنا ماجنا. احنا هنركز بس على الحتة دي. هنطلع تاني بقى للأكزيال بيقول 1 بيبقى نورمال بازيلر سيسترن سمايل ساين ده كده يبقى نورمال. 2 هيبدأ يدخل بقى في الجريتس بتاعة البرين أتروفي ده نورمال خلاص هيدخل في البرين في الجريتس بتاع البرين أتروفي. بيقول enlarge temporal horn of lateral ventricle التمبرال هورن ده بتاع lateral ventricle بيبقى كبير شوية. للأسف بس ما جبتش حاجة عنه نورمال في الايه في الـ يعني normal lateral ventricle but anyway يعني هو النورمال ما بيكونش كده السموث بوردرز ما بيبقاش فيه كده سموث بوردرز زي ما هنا حصل dilatation فالبوردرز بتاعته بقت سموث تمام. ده كده السكند ديجري او الديجري اللي بعد ايه الاول حاجه بتظهر في البرين اتروفي. الديجري اللي بعد كده بيقول بقى في انلارجد انتيرور هورن اوف ذا لاترال فينتريكل ده كده التمبرال. هو هنا بالصوره دي عالي شويه عن الصوره دي يعني الصوره دي تحت شويه العين ظاهره معايا هنا هو فوق ظهر لي هنا الايه اللاترال او الانتيرور هورن بتاع المين بتاع اللاترال فينتريكل. هنا بدات يحصلها هي كمان تكبر تمام. يبقى التمبرال هورن بيسبق الايه بيسبق الانتير هورن بتاع اللاترال فينتريكل تمام. رابع حاجه بيقول انلارجد لاترال فينتريكل يبقى انلارجد لاترال فينتريكلز هو ده بقى اللي هو بيسموه اي ثينك السيربيلر او البوستيريور او الاوكسيبيتال صح الاوكسيبيتال هورن ايوه ده بيزيد. يبقى عشان بقى نحفظها الاول التمبرال بعدين الانتيريور بعدين الاوكسيبيتال كل ده في اللاترال فينتريكل تمام. اخر حاجه بقى اللي بيبقى فيه بقى لارج واضحه جدا هي دايليتد وهلاقي انا بقى في السالكاي والجايراي السالكاي اللي هي داخله جوه تمام واللي فوق دي اللي هي الجايراي مظبوط كده. بلاقي السالكاي دي بروميننت يعني داخله جوه كتير تمام كتير عن المعتاد طبعا. بيقول بقى انه عشان انا افرق ما بين ده ومثلا ما بين الهيدروكيفالس ده هنا حاله برين اتروفي بيبقى فيه اتروفي في البارينكيما بتاع البرين فعشان افرق ده من الهيدروكيفالس الهيدروكيفالس بيبقى اتروفي ديو تو بريشر يعني بريشر فروم انسايد فحصل ايه حصل السالكاي دي ما مش بتبقى بروميننت بتبقى افيزد يعني عايمه لفوق شويه لان الكومبريشن جاي عليها من جوه لكن هنا اتشد عليها لجوه يعني هنا في البرين اتروفي حصل اتروفي فدي دخلت لجوه مشدود عليها لجوه فدخلت لجوه. اما في الهيدروكيفالس العكس في ضغط من جوه فطلعتها بره حصل لها افيسمنت. طيب بيقول بقى في الايه نسرب نعم طب الدكتور مش هي دي اصلا هيدروكيفالس اهي لا ده هو ده جاي لا هذه النقطه ايه هو هيجيبها دلوقتي بتاع لحظة بس. بقول في سيبر اتروفي all CSF species هو الشد بركاي من بره هنا الحتة دي هي اللي صغرت يعني باثولوجي كله هنا في البارينكيما دي. intracranial pressure is normal bearing other conditions تمام. بقول the quadrigeminal plate cistern اللي هو البازيلر سيسترن اللي احنا شفناه هنا ده is open and resembles a smile. طبعا كلامك صح يا دكتور محمود يعني بس في حاجه من حياتها اللي بتسهل برضه يعني فعلا انت هو اخر نقطه جايبه هنا هو دي معلش بس بقول سالكاي ار اولسو بروميننت هيلبينج تو ديستينجويش ذيس كونديشن فروم هيدروكيفالس تمام where the ventricles are large but the sulci are effused. يعني هنا لو ده هيدروكيفالس بيبقى دي اللي بره شويه السالكاي ودي بتبقى كلها لبره. ايش يا دكتور محمود يعني هي الفنتريكل دي كده نورمال؟ لا هي واسعه لا بصي 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 يا دكتور معلش ادت لبره اتفضلي. هو سريبرا بصي العيال الرابورسي بيبقى عندها اتروفي في البرين ايه اللي يعوض الفوليوم بتاع البرين اللي قل ان الفنتريكل تكبر بس سكندري اللي هي بتعوض ان الفوليوم بتاع البرين قل مش اكتر من كده لكن ده مش هيدروكيفالس والتنشن عادي ايوه حتى وهنا قال الانتراكرينال بريشر نورمال يعني appearing other conditions لو عملت مثلا است الانتراكرينال بريشر هلاقي نورمال فده بيكسكلود اللي ممكن يكون في ستينوزيس او في هيدروكيفالس احيانا
احيانا برضو دكتور محمود عشان تكون نفس الشيء يعني عادة اذا ما اداك هيستوري على اساس انه في بوستروماتيك برين انجري وبالتالي تتوقعت بعدها انه يكون حاصل الاحداث دي كلها. ممكن احيانا اذا كان في برين اتروفي الين 18 مانس اوف ايج احيانا غالبا بتظهر كيف البرين اتروفي اكثر مما يكون مثلا الديلاتيشن اللي هو فينتريكلوميجالي وكده. احيانا يكون في برومينانس اوف اكسترا اكز بقول لك اكسترا اكزيال برومينانس اوف اكسترا اكزيال سبيس اللي هو السبيس اللي انت شايفه الابوف بالنسبه للسلفاي والجايراي دي بيكون لايك برومينانت يعني بتحس انه بيديك احساس انه زي كانه في شرنك بالنسبه للبرين ان جنرال. فهو it is kind of normal بالنسبة لهم في العمر زي مثلاً لحد 18 months of age. عشان كده ممكن يوم يتربيت الإيميج later on يتلاقيها أنها it resolve. وأشيل النقطة بس ممكن أضيفها تاني هنا أنت الآن وضحتها ما فيها مشكلة. يعني مثلاً أحياناً الهيدروسيفالس يعني من الـ أنك أنت أحياناً ممكن صح تبي confused أنها هي is it really due to الاتروفي اوف بارنكايمال تيشو عشان كده حصل ديلاتيشن بالنسبه للفانتريكل which is هذا بيحصل في حاله الاتروفي صحيح ولا هو بين كومبريست من بالهيدروسيفالوس وبالتالي حصل الافيسمنت زي ما قلت انت بالنسبه للصصاب الجايراي. احيانا واحده من الحاجات اللي بتساعدك برضو انك تعرف انه it is active هيدروسيفالوس ولا لا في حاجه بسموها اكس فاكيو هيدروسيفالوس يعني هو فينتريكيولوميجالي لكن ما هو اكتف هيدروسيفالس. طبعا الاكتف بيساعدك الحاجات الكلينيكال الثانية الصايم بتاعت الهاي اي سي بي ناس بوميتين وناس سانسيت ايز وما اذا وصل مرحلة بتاعتنا حتى برومينانت دايليتد الاسكال بين وشياء زي دي كده معناته توصلت مراحل متأخرة وكون البيشن برضو انكفالوباسيك وكده. لكن بيحصل في حاجة راديولوجيكالي بيساعدك برضو اللي هو بيسموها الفنتريكولر الايديما بتلاقي انها في لايك انهانسمنت محلة السهم اللي انت الان موجود ديه بيكون انهانس اللي هو لايك ايديما بيكون ايديما اللي هو بيري فنتريكولر انهانسمنت تكون كانها ساين اوف اكتيف. وبعدين اذا وصلت مرحله انها تكون مثلا البريشر هاي كده البيزل سيسترن اللي تتكلمت عنه السمايلي وجميل ومبتسم ده بيكون كومبريست يعني ممكن نصل مرحلة أن يكون في برين إديمة طبعاً اللي هي من ضمنها وبعدين تصل مرحلة مثلاً ممكن مرحلة أنك يكون في البور ديفرينشيشن بين الوايد متر والجري متر يكونوا ديفرينشيات بين إت يكون كومبريست اللي هو البيس ستيرن دي و يعني هذه هي واحدة من الحاجات اللي بتساعدك برضو. هو هنا واضح واضح هنا السلقاي هنا مثلا تمام واضحة جدا انها دخل الجوة كتير يعني مشدودة الجوة عند السهم اللي هو حطه هنا ده. طب دكتورة كنا قلتلناش واحدة هذه الكفرس كنا نقارن بابنا هي البرومينان سلقاي وغيراي معناها ان في اتروفي يعني حتى لما تسأل منه بعض الناس يعني مثلا بيجيس كالراديوليس عشان تقول لهم هذا هيدروسيفالوس ولا لا في element of subjectivity يعني ممكن بعض الراديوليس يقول لك يعني it is hydroventriculomegaly وكده و yes there is like element of مثلا hydrocephalus لكن ما حسينا بأنه في مثلا very clear standardization أنك تقول لا والله إذا كانت dilated for this extent أو how many centimeter أو كده تقدر تقول كده يعني هي radiological بتشوفها مقارنة بالنورمال يعني أنت ممكن روح احتمال إذا كان جبت لهم صورة بالنسبه للنورمال بينتريك بشكلها كيف وكده ما بتكون دايليتد كان يقدر يقارنه يعني. طيب لحظه هشوف لك حالا لكن بس ان جنرال هو ديسكريبتيف راديولوجيكال كده واذا كان الكلينيكال بيكشر حقتك سجستيف برضه خلاص بتقول له البيشن عنده مثلا اكتف هيدروسيفالوس. طبعا الكومون كوز بالنسبه هيدروكيفالوس هو دي واضح ما فيش تقريبا اي سلقاي تمام. إذا رحنا مثلاً لدي أهو شوت فنتريكولو شانتينج يعملوا شانتينج فيها في دايلاتيشن وال السلكاي بتاعته فيري سوبرفيشال يعني. طيب أنا كده خلصت مع الأسئلة بتاعتي. تفضل.
الله يديك العافية دكتور محمود. شكرا جزيلا. مين؟ سمعني؟ تمام. طب ممكن أرسلهم لحد وشيرهم؟ ماشي بعد شهر يا سارة. ماشي تمام. دي اخر صوره وصلتلك يا دكتوره شيماء. اللي هي علامات الريد فلاج ساين بتاع الكونستيبيشن. اول حاجه اللي هي اخر صوره يعني؟ اخر صوره. دي من كتاب الالستريتد. هي الدكتوره كانت ذكرت قبل كده ان الكونستيبيشن ذكرت الديفينيشن وذكرت الحاجات بتاعته عشان كده مش هكررها. هي اول حاجه خالص في الريد فلاج ساين اللي هي فيلير تو باسمو كونيوم في اول 24 ساعه في اللايف ده بدياجنوستيك كونسرن بتاعه الهيرشز برونج. وفيلير تو سرايف اور جروس فيلير مشاككني في الهايبوثايروديزم والسيلير والسيلياك ديزيز والاذر كوزز. ولو في جروس ابدومينال ديستنشن هشك في هيرشز برونج او اي اذر جاسترو انتستينال ديسموتيليتي. abnormal lower limb neurological deformity لو مع وجود مع الكونستيبيشن. وفي تاليبس او secondary urinary incontinence اشك في حاجات نيورو زي اللامبو ساكرال باثولوجي. لو في ساكرال ديمبل above the natal cleft or over the spine اشك في سباينا بيفيدا اوكالتا. لو في abnormal appearance في البوزيشن او بيتنسي اوف انس اللي هو اللي بيساوي الباتيولس انس انال كانال اللي كان جايبها او بروزنج او مالتيبل فيشر اشك في ابنورمال انوريكتال اناتومي او سيكسوال ابيوز. بس الورد اكتر مع السيكسوال ابيوز. وفي صوره انا مشيراها للانر وورد. انت السؤال اللي بعده ايوه هي دي. هي دي اللي انا قريتها دلوقتي. السؤال اللي بعده دكتوره. دي الصوره بتاع الكاندايلوما اكونيتا اللي هي الانر وورد اللي هي عدت من شويه. شايف السؤال يا علياء. السؤال اللي بعده جايب اي بتاع اتاكزيا تلانجكتيزيا. عموما الاتاكزيا تلانجكتيزيا التلانجكتيزيا بتاع الاي ما بتظهرش غير في عمر 4 سنين. وفي صوره ليها ممكن نشيرها. في صوره للسندروم وليها دي من كتاب الفوتو. هي عباره عن اوتوسومال ريسيسيف فيها بيبقى فيها الدي ان اي بريك داون بتبقى عرضه ان يحصل اكيوت لمفوبلاستيك لوكيميا. بتبقى فيها ديفكت في الاي تي ام جين ومكتوب فيها الميوتيشن. ودي صوره للترانجكتيزيا وبتبقى ساعات فيها هايبر كيراتوزس. ايوه دي الحاجات بتاعتها انها موجوده من 3 لـ5 سنين والميل في ميل انسيدنس ايكوال وتسومر ريسيسيف وفوتوثيرابي. يعني لو في بلاد ترانسفيوجن لازم اعمل اراديشن لايت بلاد سيلز. ويبقى فيها جزء اميون ديفيشنسي للاي جي اي. ودي الاي فايندنج اللي فيها اللي هي التلانجكتيزيا في الاي وكمان تلانجكتيزيا في على الاير. في صوره تحتها
للمنظر الرجل كمان في اللي هي اللي في فيها هي كمان دي تحتها على طول. دي اللي هي الروشتزم بتاع اللور ليمب والإكموزس لسكندري تو أتاكزيا، بيحصل له أتاكزيا وبقى في معاه نستجمس كمان في الأي موفمنت. هو الأتاكزيا تلانجكتيزيا ده أوتوسومال ريسيف، في سيريبيلر أتاكزيا وفي كوريو أستويد موفمنت وفي أوفيريان ديجينيسيز وبيحصل ساينوبالمونري إنفكشن وماليجنانسي وبقى في أبسنس للأي جي إي ولو أي جي إي وفي ترانسفير فاكتور سيرابي وفي تالسايمس، نعمل ترانسفير فاكتور سيرابي وفي تالسايمس ابليزيا. بعد كده هو ممكن الراديشن بتاعته تعمل لي تيومر زي الاكيوت لنفوبلاستيك لوكيميا. وفي صور تانية متشيره لي في الـ في الاي وفي الـ وفي الليج وفي الليب وفي الـ وفي الاير. ممكن السؤال اللي بعده دكتورة سارة؟ بس في السؤال بتاع الأتاكزيا دي الله يتعبك، سمعت أو عرفت أنه كمعلومة أنه بيقولوا الأتاكزيا دوما بتجي قبل التلانجكتيزيا يعني فمرات. أيوة، هي التلانجكتيزيا بتبدأ على عمر 4 سنين والأتاكزيا من 3 لـ5 سنين، المفروض بدايته من 3 لـ5 سنين. يعني البيجيه تلانجكتيزيا بيجي الاول اتاكزيا والتلانجكتيزيا بتبدا بعد عمر 4 سنين. صح، عندهم برضو حاجه اسمها اوكولر ابراكسيا مرات معاهم كده يعني يكون عندهم لايك لاجينج اوف عنده الاوكولر موفمنت بتاعته فيها مشكله. يعني هو المفروض عنده التلانجكتيزيا فيها في البربر كونجكتيفا وعنده في النيورو اتاكزيا وكلامنس وانتلكشوال ديفكت في 30% في الحالات درولينج وفي بيكولار اوكولار موفمنت وساد ماسك لايك فيس وفي دروبينج شولدر وسامكن وتلت بريفرال نيوروباسي وسباينال ماسل اتروفي احيانا وبيحصل بالمونري انفيكشن وراينايتس وبرونكايتس ونيمونايتس وبرونكيكسس. دي في الصوره اللي انا مشيرها للشرح بتاعها اوكولار ابراكسيا. هو كاتب ان في اوكولار بيكولار اوكولار موفمنت، ما كتبش ابراكسيا، كتب بيكولار اوكولار موفمنت. هذه المعروفه عنها في الصاين اللي في بروتين ما عارف بيكون فيه حاجه كده، هو سكرينينج مرات بيكون لو ولا بيكون هاي مش عارف. ما هي نفس الصوره اللي موجوده دي وفي صور تانية ليها هي كمان. لا تمام ما قصرت. هاي قالت صح. شكرا دكتوره. ماشي، السؤال اللي بعده دكتوره. معلش يا دكتور اتوقف الشير بس. الفوتو سنترال لاين مات ذا بليس اوف اتس تيب، هو ان هو في الانترنال مش بريكيوكوفاليك زي ما هو كاتبها، وانا مشيره لها اكتر من صوره. هي كاستر بليزد ان ذا فين ان ذا نيك في الانترنال جاجولر، ولو في الشست في السب كليفيان فين او الاكزيلري، ولو في الجروين. دي الدكتوره اللي كنت بتقولي عليها الحاجات الثانيه صح؟ دي انت بتقولي عليها في الشفه وفي العين بتاعت التنجكتيف. ايوه دي اول حاجات الثانيه. تمام يا جماعه بصوا عليها برضو بالمره. اهو ده المنظر التاني اللي في العين. هي بتيجي في العين وفي الاي موست كومن، يعني معظم الصور اللي ليها على النت العين والاي مع بعض. دي الصوره للسنترال فينوس كاسيتر، المفروض انها في الانترنال جاجولر.
وفي اماكن تانية ليها لو شيست سب كليفيان ولو جروين في مورال فين. السنترال فينوس لاين ممكن لو الفلويد الكونسنتريشن بتاعه اكتر من 12.5% بنستخدمه، ولو في حاجه محتاجين انها تبقى زي الدوبامين والدوبيوتامين بتبقى سنترال لاين اكتر منها بريفرال لاين. والبريفرال انترنال جاجولر صح؟ انترنال جاجولر هو الانترنال جاجولر مش الكيفاليك. مش الانترنال جاجولر ده يا جماعه برانش من الكيفاليك؟ بريكو كيفاليك باين مش هو اصلا برانش منه؟ برانش منه بس مش بريكو كيفاليك، هي يعني المفروض انها يعني البريكو كيفاليك مره. كانش جايب انترنال جاجولر ولا ايه؟ ممكن. هو في صوره للاناتومي عندك تانية؟ من الصور اللي انا بعتها كانت في صوره اناتومي بالازرق، اناتومي بس. هي يعني موجود هنا الانترنال جاجولر الاثنين بيسب الانترنال جاجولر والاكسترنال جاجولر والسبكليفيان كلهم بيسبوا في الرايت بريكيوكيفاليك او في برضه في نفس الفكره في الليفت بريكيوكيفاليك. هي صوره بالازرق ما فيش هارت. انا مش شايفه بس، فهو مكتوب ان هو في يعني انا بحثت عنها لقيت اللي هو internal jugular vein او subclavian لو في الشيست والجروين في الفيمورال. يمكن يكون ما جايب خيار اصلا بتاع internal jugular vein يعني في الخيارات. ايوه انا بقول يمكن يكون ده كان الاقرب للصواب. ايوه ممكن السؤال اللي بعده. سوري دكتوره but it should be inside the right atrium or before only in the tip before to enter the right atrium. لو دخلت في الرايت اتريوم بتعمل مشكله في الهارت، ممكن تعمل اريزميا لو هي تقعد فتره طويله على التب بس. التب ايوه التب must be on the right atrium. دي كاردياك كاسترايزيشن لفي اس دي ويز بالمونري هايبرتنشن. انا جايبه صوره الكاردياك كاسترايزيشن للفرق ما بين الساتوريشن والاكسجين والبريشر، بس بالمونري هايبرتنشن معاها مش عارفه اظبطها ازاي، هتبقى البريشر عالي فاني اتجاه فيهم بصراحه مش فاهمه. هي الصوره فيها الليفت اتريوم الساتوريشن فيه 95 والرايت اتريوم 65 والرايت فينتريكل 65 والليفت فينتريكل بيصب في الرايت فينتريكل فعامل له ساتوريشن في الرايت فينتريكل مخليه 82 مع ان الليفت اتريوم 95%. الساتوريشن بقى المفروض في البلمونري ارتري مش عارفه اظبطه ازاي، يعني المفروض يبقى هاي في الرايت فينتريكل ولو في البلمونري ارتري. عشان السؤال بيقول بلمونري هايبرتنشن رايت فينتريكولار في اس دي ويز بلمونري هايبرتنشن. هو المفروض البريشر عالي في البلمونري ارتري. لا بريشر بيكون نورمال في البلمونري ارتري هاي في الرايت عارف الرايت فينتريكل يعني 100 على 60 يعني عارف لو 90 على الحاله الوحيده يبقى لو في الرايت انجل انجل ممكن يبقى هاي في البلمونر ارتري، لكن في البلمونر ارتري اذا في اس دي عادي بيحصل بيكون في البلمونر ارتري نورمال في الرايت فينتريكل هاي. هو مع بلمونر هايبرتنشن يعني تقريبا نفس الفكره دي. اذا حصل طبعا بالمونري هايبرتنشن هيعكس الشنط تبقى زي منجر، ممكن يكون هاي ايوه في البالمونري ارتري اذا معاه بالمونري هايبرتنشن. يعني هو الرايت فينتريكل 9 على 100 والرايت والارتري 100 بس. هو الاكسجين ساتوريشن لو في الليفت فينتريكل نتيجه الميكسنج بتاع البلود
وهاي بريشر برضو في الرايت فينتريكل عن الطبيعي بتاعه. الصورة السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده كان عن الفاكسين بتاع الهيومن بابيلوما فيروس، وده عادة بيبقى في سن 13 سنة للفيميل، ويبقى لأربع أنواع، مش لنوع واحد بس. ده ضمن الفاكسين سكاديول، بيبقى في الجيرل من 12 ل 13 سنة عشان السيرفايكال كانسر كوزد باي هيومن بابيلوما فيروس تايب 16 16 اند 18 and genital wart caused by type 6 and 11. الهيومن بلوما فيروس بيبقى توزس، الفرق بينها وبين التانية 6 to 24 months apart، وبيتاخد في الأبر أرم. بس أنا كده الأسئلة خلصت. شكرا. في حد هيشير تاني؟ في حد معانا يا جماعه لسه مع اسئله؟ يا سلام عليك يا شيماء، الساعه 12 شويه. انا يا الاف انا عارفك خلصتي يا ساره، انا جوزي في حد ثاني هيشير يعني بعدي. والله انا هفضل اشير الاسئله. احنا اتفقنا لحد الساعه 12 يا جماعه، ولا تخلي من 9 وشويه، يعني الموضوع ده احنا صعب علينا انه بعد الساعه 12 نكون واصلين. احنا قلنا خلاص من 9 ل 12 خلاص. من الامتحان ده كان هيخلص النهارده. الامتحان بياخد وقت طويل خصوصا في الصور والتحضير. بس معلش عشان برضه احنا بنقوم الصبح، انا بقوم من الساعه 5 مثلا علشان اعرف هنحل بكره ان شاء الله اون اكزامينيشن. انا يا جماعه خلاص ما فيش مشكله، بس احنا برضو دلوقتي في مشكله ان في بعض الاسئله لسه ما توزعتش. احنا مش موزعه، هنوزعه من اول وجديد تاني. طالما ما فيش حد زياده خلاص يبقى هنعيد التوزيع تاني. اشوف طب هنحله امتى يعني؟ هنحله يوم الجمعه يعني مثلا؟ لا يوم السبت بقى خلاص. لا هو خلاص هنمشي بعد كده على الجدول سبت وثلاث بعد كده ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. Yeah, listen.